ماشي، ان شاء الله نبتدي النهارده نشتغل راوتينج. مفروض الباشمهندس حازم داخل على البي كونسول وهيتعامل مع كل الرواتر والحاجات اللي هي في البي، والباشمهندس عبد الجليل هيشتغل في الام كونسول وهيتعامل مع الحاجات اللي كلها تبتدي بحرف الام. معايا يا شباب؟ تمام. طيب ان شاء الله نبتدي بقى نعمل النهارده نشتغل استاتيك راوت ودايناميك راوت. تمام. طيب نراجع كده على اللي فاتنا امبارح مراجعة بسيطة. استأذن بقى ايه باشمهندس حازم ادخل كده على البي ار 2، وباشمهندس عبد الجليل ادخل على الكونسول. دوس انتر كده قدامك يا باشمهندس. دوست انتر. تمام، تحط اليوزر نيم والباسورد اللي قدامك دول. اونلاين اونلاين لاب، والباسورد سيسكو. محمود لو سمحت حاول تتكلم معانا صوت بعد اذنك. اونلاين لاب وامتى بعدين؟ انت ايه الباسورد؟ تمام. بعد الباسورد اكتب الباسورد بقى. الباسورد موجودة قدامك يا باشمهندس، حضرتك شايف الشاشة بتاعتي؟ الباسورد ده ايه؟ مش مكتوب حاجة. تمام، بس ممكن باشمهندس حازم ما دخلتش او ليه؟ اي. انا داخل اهو شوية، بس انا عمال كنت عمال اكتب مش راضي يكتب. يا انت من امبارح لسه بتكتب عربي؟ لا، عربي من انجليزي. ماشي اهو الباسورد اهو اشتغل معاك اهو. اهو. اكتب بقى اسم الراوتر اللي هو بي ار 2 وادخل عليه. كده صح؟ صح، ادوس انتر هيفتح الراوتر. حلو، لسه الراوتر فاضي اهو. نو بقى كده ونفتح. باشمهندس عبد الجليل، مش بكتب في الباسورد، ما بقدرش اكتب اي حاجه. ايوه، ما هو مش دوس هيكتب اي باسورد حاجة عشان يعني دي حاجة للأمان. عشان هو باسورد. بص يا باشمهندس، انا هدخل من عندي هو هنا. سؤاله اللي كان بيسألهوني قبل اللي انا عملت بيقول ايه؟ بص يا باشمهندس، عبد الجليل معايا، بنجيب. تمام. عبد المجيد. طيب عبد المجيد، بص هتكتب اسم الراوتر اللي احنا هندخل عليه ده دلوقتي. حضرتك دلوقتي داخل كونسول. كونسول ده شاشة واحدة بنقدر نأكسس منها كل الرواتر والبي سيز والحاجات اللي احنا قدامنا دي، بدل ما نفتح شاشات كتير انا عامل شاشة واحدة بس. فحضرتك هتكتب قدامك في الكونسول ناو اسم الراوتر ده اللي انا معلم عليه في الشاشة ده، هتكتبه هنا كده وتدوس انتر، هيقوم يدخلك على الراوتر. اكتب كده حضرتك ام ام داش بس ار 2. ام ايوه، ام ايه اسم الراوتر اهو، حضرتك شايف الشاشة بتاعتي؟ اه شايف ام. اسم الراوتر ده انا شايف كلمة ام ماي كونسول، بعد كده ام مش شايف حاجة تانية. لا، الشاشة عندي، الشاشة اللي انا مشيرة اعمل لها شير. الشاشة بتاعتي ما يا مش باشمهندس، هينفع. ايوه معاك، ده شايفها بس الاسم، مش ده شايف غير ام. اسم الراوتر اللي انا معلم عليه. ام داش ار معلش تو. تاني بس ام. تمام. تمام. طيب احنا امبارح كنا شغالين على الراوتر ده تقريبا. انت عندك هنا، تعال نعمل كده، تمام، الراوتر فاضي مفيهوش اي حاجة دلوقتي. اول حاجة هنعملها مع بعض ان احنا نحط اي بي على الرواتر بتاعتنا عشان نراجع على اللي خدناه امبارح. و بس ما كنتش حاضر امبارح يا باشمهندس، معلش مش طيب حاضر امبارح. هنتعامل على انك برضو هنشرح الموضوع يعني ايه هتبقى معانا.
هنحط اي بي على الانترفيس ده والانترفيس ده، تمام، وهنعمل بنج ما بين الراوتر ده والراوتر ده عشان نقدر نعمل راوتينج ما بينهم. الوقت مطلوب مننا هنعمل، هنحط اي بيهات على الرواتر. طبعا حضرتك ما عندكش الصورة دي صح باشمهندس عبد المجيد؟ حضرتك عندك الصورة دي؟ طيب استأذنك تاخدها، تاخد منها نسخة على جهازك. بصوا يا شباب، احنا هنحط اي بي هنا على الانترفيس ده دلوقتي، والانترفيس ده اهو، والانترفيس ده اهو كمان، اتفقنا؟ طيب باشمهندس حازم كان حاضر امبارح، هيشتغل معايا، هيشتغل لوحده، والله والباشمهندس هشتغل وكل حاجة، بس الأوامر تبقى قدام عيني، بس أنا يعني مش محفظتها عشان نسيتها أكيد. نسيتها. طيب انا موجود معاكم اهو، انا فاتح الشاشة وببص معاكم، والباشمهندس عبد المجيد ايه، هنشتغل مع بعض. بصوا يا شباب، الاي بي اللي في النص، الاي بي اللي في النص هيبقى 10.22، وبعدين .22 كمان، و الام كونسول هياخد رقم 1، والبي كونسول هياخد رقم 2، اتفقنا؟ الام كونسول واحد ايوه، والبي هياخد والام رقم 2، وحازم تمام. يبقى اكتب 10 خلاص، اول حاجة اشتغل بقى انا نشتغل مع بعض كده، انا هشرح اول مرة وبعدين انتوا هتعملوا الباقيين لوحدكم، اتفقنا؟ تمام. اول حاجة تعال نشتغل من عند حازم. حازم عنده هنا واقف هو في اليوزر مود. بص يا باشمهندس عبد المجيد معايا، العلامة اللي هي الاكبر من تمام دي بتشاور على حاجة اسمها يوزر مود. العلامة الشباك اللي عند حضرتك الهاش دي بتشاور على حاجة اسمها enable mode. فاحنا اول حاجة لازم ندخل enable، enable mode، en تمام enable، enable mode تمام كده. انا بقيت واقف زي زيك، وبعدين بندخل مود كمان اعلى اسمه global config. بنشتغل config conf conf t conf t كده. انا دخلت الايه، الconfig mode. هدخل على الانترفيس اللي انا محتاج احط عليها الاي بي. الانترفيس اسمها ايه؟ ايثرنت 0/0، تمام. انا كده دخلت الانترفيس اللي هحط عليها الاي بي. بعد كده هديلها امر اسمه اي بي ادرس، دي اختصار لادرس، اي بي ادرس، وعشرة 22 22 كمان، وحازم قلنا هياخد رقم 2، والسبنت ماسك 255 255 255 0. وما ننساش ان الانترفيس بتيجي في الوضع الافتراضي مقفولة، فلازم افتحها. افتحها ازاي؟ اكتب امر اسمه نو شط، نو او نو شط داون لو كتبتها كاملة، انتر. كده انا دخلت حطيت اي بي على الراوتر بتاع حازم. ده تقريبا تلت اللي اخدناه امبارح. حضرتك بقى يا باشمهندس عبد المجيد تعمل زي دلوقتي. باشمهندس حازم استأذن حضرتك، حازم ايوه هتحط هنا، اتفضل. هتحط على الانترفيس اللي هي ايثرنت 1/2 وايثرنت 1/1، هتحط ايباهات برضو. هتكتب الايباهات 192.168، دوت تمام رقم السويتش هيبقى 16 و15، ودوت يعني، وهتبقى في واحدة هنا دي هتاخد 16 دوت واحد، والتانية دي هتاخد 15.1. بس ممكن الكونسول مرة تانية عشان مش شايف، مش عارف نسيت اكتب ايه صح. ممكن الكونسول مرة تانية بتاعت حازم عشان اخد منها بقى. ممكن اعمل لك البتاع اهو، فين فين البرزنتيشن؟ اي، ما هو حازم هيشتغل على الكونسول بتاعته دلوقتي. اوكي تمام. البرزنتيشن اهي يا باشمهندس، والاوامر اهي موجودة قدامك. تكتبها بقى بنفس الترتيب. اه بس طبعا مع اختلاف
مع اختلاف الاي بي، احنا حطينا اي بي 10.22 يعني دوت حضرتك 22. تمام احنا قلنا الاي بي الثاني اللي هنكتبه ايه؟ يا باشمهندس حازم، حضرتك هتعمل اي بي على الانترفيس اللي هو ده. باشمهندس حازم معايا، حضرتك تمام اول حاجة تخرج من الانترفيس اللي احنا دخلناها دي. احنا هنا دخلنا الانترفيس الايثرنت، عامل اكزيت يعني طبعا لازم تعمل اكزيت او تدخل الانترفيس الجديد على طول بدل ما تغير المعلومات اللي احنا حطيناها. ماشي. ما انا كنت في الانيبل مود، لا كنت عامل بقى بص بص يا كونفيجريشن باشمهندس، تاني. هقول لحضرتك على حاجة. احنا كنا دخلنا مع بعض الانترفيس دي صح، اللي هي 0 على 0 مظبوط. المفروض نخرج منها، شايف هو واقف هنا على الانترفيس، المفروض نخرج منها بعد كده تدخل تاني على الانترفيس الجديدة اللي انت عايز تحط عليها الاي بي بتاعك. خش بقى الانترفيس اللي هو 1 على 1 واكتب الاي بي 192.168.15.1، والنت ماسك برضو 3255. باش مهندس عبد المجيد، ظروفك ايه؟ انا بكتب انترفيس كده اي 0 على 0 زي ما مكتوب. اول حاجة يا باشمهندس لازم نخش الجلوبال مود، فاكتب كونف تي الاول. ايه كون كونف تي تمام كتبت مسافة تي ودوس انتر. تمام، بعد كده ماشي تدخل الانترفيس اللي احنا هنحط عليها اي بي، انترفيس ايثرنت 0/0 انتر، وبعد كده تكتب الامر اللي هو اي بي ادرس وتكتب الاي بي. وانا كده بقى الاي بي كام عشان اكتبه ولا انا كده ماشي ايه؟ بص يا باشمهندس حازم، الاي بي بتاعك هيكون 192، هيكون في الحتة دي 192.168.15.1. اي بي ادرس انا مش فاكره صراحة كان كام الاي بي ادرس كان بتاعي 10.22.22.1. 10 دوت. خلاص انا كتبته. المهم انك عرفت تكتب الامر. يعني اللي هو الماسك اللي هو 255 ده ثابت؟ لا مش ثابت، احنا كنا شرحنا النت ماسك في اول محاضرة لو فاكر، بس احنا شغالين عليه جديد عشان هو يعني اللي هو سهل. حضرتك يبقى أول كاتب حاجة الامر كونف غلط تي. يا باشمهندس. شوف، أنا؟ لا لا، عبد المجيد كده مظبوط. دوت هنا كمان. يا باشمهندس باش كده مهندس كونف عبد تي المجيد معايا. تمام معاك. بص بص هنا حصل ايه، قالك ان الامر فيه حاجة غلط، في حرف ناقص اهو في الحتة دي، وبعدين لما صلحناها تمام قالك ان الامر فيه حاجة غلط كمان عند الايه الحتة الاخيرة دي، وبعدين لما صلحناها كمان قبل الامر عادي، واخد بالك؟ طيب كده تمام. اول اللي هو الانترفيس الاولاني كده تمام. الانترفيس التاني كونفيتي بقى، دي اول حاجه ثانية اكتب واحدة كونفيتي. باشمهندس حازم، الانترفيس التاني هياخد نفس الاي بي لكن رقم 16. تمام تمام، ايوه باشمهندس عبد المجيد معاك. اول حاجه كونفيتي تمام. بعد كده ظهر لي شاشه اكتب فيها لا بقى بص الانت هقول لك اهو، اكتب كونفيتي ورايا. بص بص يا باشمهندس، تمام معايا. اول حاجة الراوتر بيدخل على الوضع ده، الوضع ده اسمه يوزر مود. بعد كده تمام بعد كده بتدخل الانيبل مود اسمه انيبل. بعد كده بتدخل حاجة اسمها جلوبال مود اللي هو بتكتب له الامر كونف تي. تمام اوكي بعد كده تبتدي تخش الانترفيس او تعمل الاعدادات بتاعتك على الراوتر بتاعك اللي يبقى هو انت انت انترفيس. اسمه ايه 0/0. ايه دي اختصار بعد كده لكلمة انا ايثرنت. الاي بي ادرس، بعد كده اكتب اي بي ادرس تمام صح. ثانية واحدة يا باشمهندس معايا. انا عايز اعرف الاي بي بتاعي كان ايه التاني، الانترفيس التاني كان ايه، كان 1/2. الاي كان واحد. باشمهندس عبد المجيد، تمام
بعد كده اكتب بقى ايه بص اي دي يا باش ادرس مهندس واكتب اللي عملته خليك معايا بس شوية. الاي دي كده يعني. اختصار لكلمة ايثرنت. الاي دي بتمثل نوع تمام الانترفيس. تمام في ايه انترف نوع الانترفيس، في انترفيس جيجا ايثرنت زي الموجود في في البرزنتيشن دي اهي، وفي تمام انترفيس كمان اسمها سيريال، وفي انترفيس يعني في انواع كتير. دلوقتي الناس اللي هما داخلين كده معانا جداد دول ممكن حد يعني، انتوا شغالين صوت يا جماعة بعد اذنكم. عبدو جمال ايه حضرتك سامعني؟ سامع. طب مش بتتكلم معانا ليه؟ طيب انا هتابعك اهو من غير صوت. طب ما ليه مش تشتغل معانا؟ انا شغال كده كده شغال ايه؟ مش فاهم. شغال على الباك تريسر. طب في مانع ان حضرتك تشتغل معانا؟ لا مفيش مانع. طيب ممكن استأذنك تفتح برنامج البطي، برنامج ايه؟ بطي ده البرنامج ده. انا مش عارف ده مش موجود عندي باين. ثانية واحدة، خد الرابط اهو حمله، الرابط هتلاقيه على الشات. ماشي باشمهندس عبد المجيد معايا؟ أنا ما أخطأتش. طيب بعد كده كتبنا الامر اللي هو اي بي ادرس، تمام والإيه ده بيمثل نوع الانترفيس. أوكي وبعد كده كتبنا الاي بي ادرس ودخلنا الاي بي ادرس، وبعد كده ما تمام ننساش الامر اللي اسمه نو شت داون علشان نفتح الانترفيس لانها مقفولة. أوكي تمام استأذنك ثانية واحدة بقى كده مع الباشمهندس حازم. باشمهندس حازم حضرتك أنا معايا؟ كده في حضرتك. طيب بص على الشاشة بتاعتي كده، حضرتك في الانترفيس الأولانية كتبت الاي بي ده تمام، ما ينفعش نكرر نفس وعملت بعد كده خلصته. ما ينفعش نكرر نفس الرينج تاني في الانترفيس التاني، عشان كده قال لك اوفرلاب. احنا اتفقنا ال15 هي اللي 16. ال15 هي اللي تبقى 16. انا فهمت ان هي دوت 16 مش دوت لا هو دوت ال 15 دي تبقى 16 كده دوت واحد كده، يقبل منك الامر. بعد كده اعمل انزل عايز اعمل انترفيس جديد. ما تنساش تعمل نو شت داون، ما تنساش تفتح الانترفيس لانها مقفولة. مستر عبد المجيد لا باشمهندس معاك دلوقتي احنا اوكي محتاجين معاك يا باشمهندس. دلوقتي احنا محتاجين نتأكد ان ال ان التواصل بيننا وبين حازم مظبوط. في امر اسمه بينج، دو بينج 10.22.22.1 كده بيعمل بينج وتمام التمام، مفيش اي مشكلة. كان حازم رقم 2 افتكر. انا شغال في البيوتي ده عايزين كان اتنين. كده تمام. شغلت البيوتي اعمل ايه؟ بص يا باشمهندس، في برنامج في الدومين اهو، انا بعته لك على على الشات. اكتب الدومين ده مكان الاي بي هنا، واختار تلنت، واكتب 2، واكتب 66 13. في البورد في البورت اكتب 66 13 تمام. تمام. دوس اوبن والويست بقى. نيم ده اكتبه ولا ايه؟ اخده كوبي من الشات وحطه هنا. تمام فتح دوس اوبن. فتح معاك. فتح معايا شاشة. ايوه فيها ايه الشاشة؟ شاشة سودة مكتوب عليها فري لاب دي ان اس كده. تمام مظبوط. اسمها ايه الشاشة؟ ام 2 المفروض صح؟ مكتوب فري لاب دي ان اس دوت نت شرطة بيوتي. يعني ما فتحش معاك شاشة زي اللي قدامي دي؟ لا مفتحش.
طب افتح كده تاني وتأكد تاني، يعني اعمل اتأكد انك دايس تلنت، وتأكد انك كاتب الدومين مظبوط، خدها كوبي وبيست واكتب في البورت فين 66 هتسلمت؟ 13 اللي انا معلم عليها دي. انت معلم على سي. ماشي تمام. تمام، فتح معاك. تمام ايوه. بيحمل عوامته. تمام، دوس انتر. دوست انت. يوزر نيم. اكتب بقى اليوزر نيم والباسورد الموجودين قدامك. باشمهندس عبد الجليل معايا، عبد المجيد. تمام اهو. طيب تمام اهو. هستأذن حضرتكم بقى شباب بعد اذنكم، يعني ادخلوا صفحة الفيس الصور، كيف مثلا؟ استنى انا هبعت لكم رابط الصورة. هو ايه اليوزر نيم والباسورد ده؟ ما هو مكتوبين قدامك يا باشمهندس، مكتوب قدامك اهو، حضرتك بتكتب انا عربي يعني، بكتب. حول الكيبورد انجليزي. ماشي خلاص. بصوا يا شباب الرابط بتاع الصورة على الشات اهو، كل واحد يخش يحمل الصورة على جهازه عشان يبقى شايف التوبولوجي ماشية ازاي. اتفقنا؟ اليوزر نيم اونلاين لاب يا باشمهندس، باشمهندس عبده اليوزر نيم اونلاين لاب، ماشي والباسورد هي ماشي سيسكو. اه معايا يا شباب. أخوش كونسير. طيب باشمهندس عبد المجيد استأذن حضرتك بقى، انت دخلت المفروض نزلت الصورة. دلوقتي نزلت اسمها بعمل لها سيف. طيب سافتحها زمان. ماشي. آه باشمهندس حازم، طيب M2 كونسول. طيب فتحتها. فتحتها مظبوط. بص يا باشمهندس، حضرتك شغال في البي صح؟ بي كونسول. حضرتك شغال في الام، ام كونسول صح؟ الام طيب بس الصورة الريزولوشن بتاعها وحش جدا. اعمل لها سيف، الريزولوشن ما تعمل لها، اعمل لها تنزيل. اه هسيبهم فتحتها. لا اعمل لها تنزيل من على الفيس، هسيب اعمل لها لها، سيف وهحفظها. اعمل لها داونلود يعني، مش ما تعمل مش لهاش. ظهرها. لا طيب انا هبعت ما هي لك، ما ظهرتش على الفيس. ظهرت ما ظهرتش على الفيس. ما ظهرتش على الفيس. لا لا ظهرت في صفحة حفيظة لوحديها خالص كده. صفحة حفيظة زي طيب ما تكون في صورة كده وتدوسناها تدوس عليها تفتح معاك. طيب ده كده دوس على الرابط الاخير ده هيفتح معاك الصورة، وبعدين اقف تحت كده واعمل خيارات، وبعد كده اعمل تنزيل او داونلود اوبشن، هتلاقي داونلود. اوكي تمام. طيب اوكي تمام. بص يا باشمهندس، اللي احنا عملناه بقى في مع بعض في الانترفيس هو اللي حضرتك هتعمله لوحدك في الانترفيس، اللي هي A1، اي اللي هي A1 على سلاش 0 واي 1 سلاش 1. تمام يا باشمهندس اتكلمنا يا باشمهندس عبد معانا. المجيد، تمام. احنا خلاص انا وانت خلصنا دي. تمام مش انا تمام. عبد المجيد اوكي معايا، معاك يا باشمهندس. انا وانت خلصنا دي مظبوط. تمام حضرتك هتعمل دي لوحدك وهتعمل دي لوحدك. اوكي اوكي سلام. طيب هتكتب ايه الاي بي بقى اللي هتكتبه على الانترفيس؟ هتكتب 172 تمام 16 تمام دوت رقم السويتش دوت واحد.
ام يعني هتكتب اتنين، ام 172.16.16.1، والتانية 172.16.15.1. سالب 16 يبقى 172 16 دوت ام لا، اندرسكور دوت اس. 16. مش اكتب اسم رقم السويتش ولا ايه؟ لا لا لا، اشطبها. اوكي يبقى 172 ايوه، دوت 16 16 16 واحد، دوت 16 دوت 1. تمام، على الانترفيس دي. تمام، على والانترفيس الانترفيس دي. تمام اللي هي A1 على 1، الانترفيس خلاص التانية تمام. اللي هي A1 على 0، هتكتب نفس الرقم لكن 15 واحد. اوكي تمام، شوف اسمك. اتفقنا؟ والسبنت يلا ماسك بينا. اللي هو 255، اللي هو 3255 0 في الآخر. اوكي تمام. أستاذ عبده معايا؟ ايوه معاك. طيب، حضرتك هتدخل على الراوتر اللي هو MR1. اكتب كده في الكونسول عندك. حضرتك نزلت الصورة صح؟ بس مش باينة كويس يعني. طيب اكتب MR1، M-R1 كده، وادخل الراوتر اللي هو ام MR. ار لا، مش كده، اكتب ام ار وان. M-R1. مش هيعمل يعني بالاول لا، هو بيدخل من الكونسول. ولا سيسكو انيبل. تمام، هو لسه متسيف الحاجات بتاعت أسامة من امبارح. طيب، باشمهندس عبده، الباسورد بتاعتك كونسول، اتفقنا؟ الباسورد بتاعتك سيسكو قصدي. بص يا باشمهندس، حضرتك هتعمل هنا اي بي على الانترفيس دي، واي بي على الانترفيس دي، واي بي على الانترفيس دي. تمام. تمام، ماشي. الاي بي اللي على السيريال 10.1.2.1 وسلاش 24، والانترفيس اللي هو الايثرنت، والايثرنت تانية هيبقى 172.16.13.1 وبرضه سلاش 24، واللي تحت برضه زيها لكن .14.1 باشمهندس معلش اسمع. سلاش 24. مين معايا؟ انا بكتب انت عبد المجيد. عبد المجيد. بكتب انت تمام. ايوه. بكتب انت مسافة ايه؟ انت مسافة ايه؟ 1 سلاش 1. 0 سلاش 1 سلاش 1 تمام. تمام، 1 سلاش 1 ماشي تظهر معايا برضو. صح، مظبوط. ما هو اكتب اي بي تمام. لو في خطأ هيقول لك الخطأ، لكن طالما ما طلعش اي، ما اعترضش، يبقى انت تمام. ماشي باشمهندس عبده، أكيد أكيد نشط داون تمام. حط الاي بي الاول اللي احنا اتفقنا عليه، اللي انت كتبته عندك في الورقة، وبعدين النشط داون. باشمهندس عبده معايا؟ أيوة معاك. طيب، مستأذنك تشتغل معانا؟ تمام معاك. ماشي. مش هكتب انترفيس ايثرنت 01. انت بقى نزل الصورة وتعامل مع الصورة، يعني تعامل مع التوبولوجي بتاعتك. باشمهندس حازم اصل معايا؟ انا يا باشمهندس بص يا باشمهندس عبده، في الرابط الأخير اللي أنا بعته، دوس عليه. حملته الصورة برضك وحشة. هتعمل تنزيل، هتعمل تنزيل دي. بص، هتدوس هنا خيارات، ما تعملش سيف، ما تعملش كليك يمين وسيف، هتدوس خيارات امال وبعدين اعمل تعمل ايه؟ تنزيل دي. لو انت شغال عربي، ولو انت شغال انجليزي هيبقى في اوبشن وفي كلمة داونلود ماشي عشان تعمل داونلود للصورة، ما تعملهاش سيف. تمام، تمام. باشمهندس حازم، انا عندي نفس المشكلة برضو، بس يعني مفيش اللي هو داونلود، كل مفيش الا حدد الصور بس.
لا لا، في الاوبشن. ثواني كده، بص يا حازم، تحت اهو مفيش فين؟ اللي انا معلم عليها دي بالاحمر. ماشي. وبعدين تختار تنزيل. باشمهندس بص معايا كده، سمعت؟ معاك. اه بص حضرتك كاتب انا كتبت اي بي. ثانية واحدة ثانية واحدة، حضرتك كاتب الاي بي 171.116، 171.16. اه احنا اتفقنا ان هما 172.16، ما تنساش الدوت. اه تمام، وصل وبعد كده النت ماسك. اصلا كده اصلا كده. بعد كده اعمل التاني دلوقتي. حضرتك كاتب ادرس غلط. بص يا باشمهندس، بيقول لك invalid input detected، دوس سهم لفوق، دوس سهم لفوق كده هيعيد الكتابة تاني. انزل تاني، بص دوس سهم لتحت، دوس سهم لفوق، ماشي اكتبه تاني. لو انت مش عارف السبيلنج، دوس اد، لا ادرس بدبل دي. كلمة ادرس حضرتك بتكتبها غلط. كده غلط. ايوه يا باشمهندس، بص ادرس هي بتكتب كده اي بي اد. اي بي اد دبل دي، معلش ماشي. سيفت الصورة يا جماعة. عبده جمال مشي. طيب بص يا باشمهندس كده قبل الويب سنتر. اوكي كده مظبوط. بس انا على فكره دوست مسافه بين 1 و255، ما هو صح مظبوط ولا صح غلط؟ طبعا. لازم واعمل نو شت داون بقى. ايه يا شباب، هو حازم راح فين؟ يا حضرتك طيب يا حازم. تمام كده، بعد كده دوس انتر. تمام حازم. تمام كده يا كده بقى باشمهندس. تمام، اضيف انا بس اضيف كنت الثاني عايزك بقى خلاص. انا عايزك بس كنت انك تعمل تحط اي بي بايدك على الراوتر، بس عشان ده المهم في المحاضرة اللي فاتت. دلوقتي احنا المفروض نبتدي مع بعض نعمل راوتينج. المفروض ان احنا نبتدي مع بعض دلوقتي نعمل حاجة اسمها راوتينج. بصوا يا شباب، المفروض الباشمهندس حازم ماسك الراوتر اللي هو BR2 ده، وباشمهندس عبد المجيد ماسك الراوتر اللي هو MR2. المفروض انا عايز الراوتر يعمل بنج على الشبكة اللي ورا دي. يعني باشمهندس حازم حاطط اي بي هنا على الانترفيس دي، وحاطط اي بي على الانترفيس دي، مظبوط. تعال نبص على الايبيهات اللي باشمهندس حازم عاملها. عاملين ثلاثة. طيب بصوا يا جماعة، الباشمهندس حازم عامل 192.168.15.1 معايا يا باشمهندس عبد المجيد. تمام. طيب لو انا جيت اعمل من عندك بنج على الاي بي ده، تفتكر يعمل بنج؟ لا ليه بقى؟ لا، ده لا لوحده، ده لوحده ولا ايه؟ بالظبط، لانه فاكرين احنا امبارح برضو اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا ان الراوتر بياخد قرار الفورورد على اساس الراوتنج تيبل. طيب تعال نبص على الراوتنج تيبل بتاعنا.
ابص على الراوتنج تيبل ازاي؟ في امر اسمه شو اي بي راوت، ده امر جديد في الشو احنا ما خدناهوش امبارح، اكتبه في ورقة كده جنب منك، هتستخدم الامر ده كتير جدا في الكورس. شو اي بي راوت، لما نيجي نبص على الراوتنج تيبل بتاع الراوتر ما نلاقيش فيه شبكة، ما نلاقيش فيه الشبكة اللي هي دي، يعني الراوتنج تيبل ده الراوتنج تيبل، لما تيجي تبص في الايبهات المكتوبة ما تلاقيش فيهم الاي بي ده. فانا دلوقتي لازم اعلم الراوتر الشبكة اللي هناك دي يوصلها ازاي، اتفقنا؟ كده طيب هعلمها له ازاي؟ مبدئيا قبل ما نعلمها له تعالى كده نبص في شوية حاجات مع بعض. ازاي اقرا الراوتنج تيبل؟ احنا عندنا هنا حرف اسمه السي وحرف اسمه ال، واخد بالك معايا؟ واخد بالك حازم؟ بص في المفتاح اللي فوق هتلاقي فيه مفاتيح، مفتاح كبير اهو، بيقول لك ال ال دي يعني لوكال، السي يعني كونكتد يعني حاجه متوصله بيا مباشره، الاس يعني ستاتيك. احنا دلوقتي هنعمل ستاتيك دي دلوقتي حالا. معلش انا لسه متأخرة مش واضحة. معلش ايه ال ال لوكال والسي كونكتد، ال كونكتد؟ لوكال والسي كونكتد كونكتد يعني متوصل بيا والاس مباشره، ستاتيك. يعني الاي بي بتاعه ده محطوط عندي على الراوتر بتاعي. الاس دي ستاتيك، ده اللي احنا هنشتغل دلوقتي حالا ستاتيك. طيب نعمل الاستاتيك دي ازاي؟ كده تمام. دلوقتي انا عايز راوتر، هات كده الصورة ونكبرها شوية عشان نشوف احنا الاتنين. بصوا يا شباب، دلوقتي انا عايز الراوتر بتاع الباشمهندس محمد، بتاع الباشمهندس عبد الجليل اللي هو ام، يشوف الراوتر الشبكة اللي ورا الراوتر بي اللي هي دي، تمام؟ مظبوط معايا يا شباب؟ النقطة الأخيرة بس معلش النقطة بقول الأخيرة انا دلوقتي محتاج اخلي الراوتر ام ار 2 يعمل بنج تمام على الانترفيس دي، اوكي تمام اللي هي اي واحد سلاش اتنين اللي هي واخده 192.168.16.1. اعلمها له ازاي؟ نعمل بقى دو بينج ونكتب الاي بي طيب ولا لو ايه؟ عملت دو بنج وكتبت الاي بي اللي هو ده مش هيرد. ليه مش هيرد؟ يبقى زي ما قلت من شوية، لأنه مش موجود اعمل عنه ستاتيك معلومة. الاول نعمل صحيح الاستاتيك الأول بالظبط. نعمل الاستاتيك ازاي؟ أول حاجة لازم أكون واقف على الكونفيج مود، خليكم معايا عشان أنا هعمل المرة دي تمام وأنتوا هتعملوا المرة الجاية لوحدكم. دلوقتي أنا وقفت على الإيه، على على الكونفيج مود. الأمر اسمه أي بي راوت، الأمر اسمه إيه؟ اي بي راوت. اي بي راوت طيب انا عايز اعلمه انهي الشبكة، 192.168.16.1، اسف 16.0. تمام دي لو اللي هي اي 1 سلاش 2 اللي بتاعت حازم لو رجعت لل لل اي للمحاضرة الاولانية اتفرجتوا عليها هتلاقونا بنتكلم عن حاجة اسمها عنوان الشبكة، هو ده عنوان الشبكة اللي ينتمي ليها الانترفيس بتاع حازم. يعني ايه عنوان الشبكة؟ يعني الشبكة دي بتاعت حازم دي ممكن يكون فيها 100 جهاز او 200 جهاز، فانا عايز اشاور عليهم كلهم، فبشاور بعنوان الشبكة. فهمتني؟ يبقى انا واقف هنا اهو بقول للراوتر بتاعي ده، يا راوتر لما تحتاج تروح للشبكة دي واكتب السبنت ماسك بتاعها اللي هو 3255.0. طيب الوقت انا اديته عنوان الشبكة والحدود بتاعة الشبكة بتاعتي، اروح لها منين؟ هيروح لها منين دي؟ هيروح لها على اساس حاجتين. بصوا شباب، يا اما ان انت تقول له دلوقتي لو حد جالك من فوق كده وجاي يسألك انت كراجل مرور، عسكري مرور واقف في الشارع، قال لك انا عايز اروح للشبكة اللي اسمها 192.168.16.0 اللي الحدود بتاعتها كذا، اروح لها منين؟ فانت المفروض تدله. فانا دلوقتي هعلمك الحاجة اللي انت هتدله بيها،
يا اما تدي له اي بي جارك، يا اما تدي له اي بي جارك، يا اما تقول له اطلع من الباب الفلاني. عارف زي ايه؟ زي ما تكون مثلا بتسأل عنوان المستشفى الفلانية منين، فواحد يقول لك امشي من الشارع ده، وواحد واحد تاني يقول لك اسأل فلان. وواحد تاني يقول لك اسأل فلان. بالظبط، هي دي الفكرة. تمام، بص لو قلت لك اسأل فلان، يبقى انا هحط الاي بي بتاع حازم اللي هو 10 22 22 2. اسأل حازم، اوكي، او ممكن اديله عنوان الجار بتاعه اللي هو ما ايه هو ده. سلاش لا زي مستشفى ثانية ايه. واحدة، عنوان الجار اللي هو عنوان الاي بي. لو قلت له اخرج من الشارع الفلاني مثلا او امشي في الطريق الفلاني، هقول له ايه 0/0 اللي هو عنوان الانترفيس بتاعي. اللي هو بيسأل عليه ولا لا، صح؟ اللي خلينا هو الجار دلوقتي، ليه؟ خلينا نتفاهم بس. بص دلوقتي الوقت كده هو بيسأل جالي على ايه واحد من بالظبط؟ هنا، جالي واحد من هنا بيسأل على اللي هناك ده. جميل، متفقين لحد اه، كده؟ على الشبكة كلها اللي هناك اه، على يعني؟ الشبكة كلها تمام كده. أنا أقرب طريق إن أنا أدخله من ثانية هنا واحدة، يعني، ثانية واحدة، تمام. لو انا قلت له امشي الشارع الفلاني، يبقى هديله الانترفيس بتاعي. اه لو انا قلت له روح اسأل فلان، يبقى هديله العنوان ده، عنوان الاي بي ده. اوكي تمام، مظبوط. اتفقنا؟ بص الكلام الاثنين طب هو ليه فرق، ليه الاتنين موجودين؟ ايه؟ يعني ليه الاختيارين موجودين؟ الاختيارين موجودين اه ليه؟ عشان في حالة زي بتاعتنا دي، كل في حالة زي بتاعتنا ايه؟ دي، راوتر متوصل براوتر وخلاص. فأنا لو قلت له اخرج من الطريق ده، هو مفيش غير الطريق ده هيوصل الناحية التانية لفلان. ولو اديته عنوان فلان، هي هي مش فارقة. لكن لو انا موصل على سويتش زي ده كده مثلا اللي انا معلم عليه ده، فانا دلوقتي محتاج اخرج من هنا واروح لده. دلوقتي انا لو خرجت كده هيبقى عندي طريقين، واحد يمين وواحد شمال، امشي انهي واحد؟ فلازم ابعته لعنوان فلان، اقول له روح اسأل فلان. ما ينفعش اقول له امشي من هنا. فهمتني؟ دلوقتي انا هكتب هنا اهو، هكتب هنا اهو 10 22 22 2 اللي هو الاي بي بتاع حازم. تفتكر لو جيت عملت بنج كده يرد عليا؟ هو لسه هيروح يسأل. طب نعمل بنج كده، بيرد سبحان الله، مع انه ما ينفعش يرد. المفروض يروح يسأله وبعدين هو بقى هيدير له هناك اللي هو الراجل بتاع حازم، المفروض صح؟ اه، المفروض يروح يسأله كده. تعالى نعمل كده هنا enable show IP route. مية اتنين وتسعين، 168، 16، 1. هو المفروض انه ما ينفعش يرد، يعني المفروض انه ما ينفعش يرد، انه يرد دي غلط على فكرة. مية اتنين وتسعين، 168، 16، 1. سبحان الله، يعني هي دي جديدة والله، أول مرة أشوفها. طب عايز بص، أنا هفهمكوا حاجة. طب نعمل بنج، نعمل بنج على الأي بي التاني اللي هو 15-1، 15.1. هو المفروض إنه ما يردش فعلا.
عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ بصوا يا شباب، دلوقتي انا فهمت هو رد ليه. بص انا هشرح لكم دلوقتي. الراجل في واحد جه من الشبكة دي كده، جميل، وطلع من هنا، مظبوط. المهم راح وصل للراجل ده، فالراجل ده وصله للي هو عايزه، تمام، حلو كده. لما جه بقى الراجل اللي هناك ده، اللي هو الراجل اللي اسمه اكس، يرد، المفروض الراوتر 2 يكون عارف الشبكة اللي هي واي، ولأن راوتر 2 ما يعرفهاش فالمفروض ما يردش. فهمتني؟ هو ليه رد في الحالة بتاعتنا؟ ليه رد معايا يا حازم؟ اللي هيقول ليه الراوتر رد، هشحن له الموبايل بتاعه ب 10 جنيه. انا على فكره معايا كارت ب 10 وبقالي حوالي شهر مش حنتم يعني معايا. بصوا يعني شفت، يعني بيقول لي مش هجاوب. بص انا هشرح ليه لكم. اسال السؤال واحاول افكر فيه يعني طيب نحاول. انا هقول لك ليه هو رد عليا. لما جت طيب على طول بتاع الايزي، بص لما جت البيانات تخرج من هنا، كان واخد السورس اي بي ده، فلما وصلت لراوتر بي، الراجل بي يعرف الاي بي التاني لانه جاره في نفس الشبكة. يعني احنا لو عملنا كده 16 واحد، دي يعني هم عامل لهم بينج قبل كده مثلا. لا لا 16 واحد، وقلت له سورس اي 0 اي 1 سلاش 1 كده، مش هيرد. بص هقول لك على حاجة، انا لما عملت بنج من هنا، مش الرسالة طلعت ليها سورس اي بي وديستنيشن اي بي؟ حلو، مين الديستنيشن اي بي بتاعها؟ الراجل ده، مظبوط، ايه 1 0 2 صح. الاي بي بتاعها اللي هو 16 واحد، اللي هو ده، مش انا رايح اسأل عن ده يا شباب؟ صح. دلوقتي انا لما جيت اطلع رايح البيانات اسحب، كده، لما جيت اطلع البيانات من هنا، رايحه فين؟ رايحه رايح للانترفيس الاي دي. 1 0 2. طيب هنا دي الديستنيشن اي بي، والسورس اي بي بتاعها مين؟ اللي هو الراوتر نفسه اللي هو الراوتر نفسه، بالظبط. انهي اي بي بقى في الراوتر؟ ما هو الراوتر عليه انترفيس هنا، اهي ليها اي بي، وعليه انترفيس هنا ليها اي بي. فلما جه يخرج، خرج اللي هو بتاع بالانترفيس اللي هي دي. فالراجل اللي هو بي ار 2 ده يعرفه لانه جران، فعشان كده حصل ريبلاي، حصل انه رد عليا. لكن لما جيت قلت للراوتر بتاع الباشمهندس عبد المجيد، روح اسأل عن الراجل اللي اسمه 16 واحد بس، وانت طالع اطلع بالاي بي بتاع الانترفيس اي 1 سلاش 1، تمام، فما ردش عليا. دليت على الطريق يعني. لا قلت له، لا بص عملت كده، قلت له اطلع من هنا، اطلع كده، فاهمني؟ لكن في الاولانية طلع من الانترفيس دي نفسها، خدت بالك من الفرق؟ فبقى السورس اي بي هنا مين؟ اللي هو الانترفيس 1 سلاش 2. فين 1/2؟ بص اللي هي الانترفيس اللي هو طالع منها. بص يا شباب، خلينا نقولها تاني. دلوقتي الراجل ده كراوتر رايح يسأل على الانترفيس دي، مظبوط. دي اسمها ديستنيشن، دي اسمها ايه؟ ليش ديستنيشن اللي هو الواجهة اللي هيروح لها. طيب وهو طالع كده، مش المفروض ياخد عنوان ديستنيشن وعنوان سورس؟ عنوان ديستنيشن هو خلاص اخده، عنوان السورس بقى مين؟
السورس اللي هو بتاعنا اللي هو ام ايوه اللي هو اي هو انترفيس هو 0 بص، سلاش 0. لما السورس كان ده كده، الراجل بتاع البي رد عليا ليه؟ لان بتاع البي يعرفني شبكة من بتاع صح. طيب لما انا كتبت الامر كده، فبقى السورس اللي مين؟ هو يعني ده فبقى ديستنيشن وده السورس ديستنيشن هنا. تاني. لا هنا بتكلم على السورس، هو نفس الديستنيشن. الطريق مش عارف يعني هو بقى مش عارف اللي هو فبقى السورس ده مش عارفه بقى مش عارف. فراح كده لحد تاني، ولما جه راوتر بي ار 2 يرد قال لك انا معرفوش، معرفش اروح له منين، فالبنج ما مشاش. تمام. بس فهمت؟ ممكن الجزء الثاني يا باشمهندس، معلش الجزء الثاني معلش نقولها تاني. بعد السورس. او انا جربت البنج باتنين سورس مختلفين. لما كتبت 16.1 دي، بص اهو تعالى، لما نكتب كده بص اهو، 16.1 دي عمل بنج معايا يا باشمهندس. خليك معايا في الحتة دي. لما انا كتبت 16.1 بس، الراجل اللي هو ام ده بعت البيانات كده، كتب فيها ايه؟ كتب فيها السورس اي بي، وكتب فيها ديستنيشن اي بي. الديستنيشن اي بي انا اديتهوله اهو، اللي هو عنوان الراجل ده. طيب لما جه يخرج كتب مين سورس؟ الانترفيس اللي خرج منه. طيب هو عارف منين الانترفيس اللي خرج منه؟ اللي انا كتبته له في الامر بتاع الراوتينج، اللي انا كتبته له في الامر بتاع الراوتينج ده فين اللي انا كتبته له في الامر بتاع الراوتينج ده اهو. انا قلت له روح لمين؟ ابعت البيانات لفلان صح. فهو جاب الاي بي ده، عارف ان هو وعارف ايه؟ ينتمي للانترفيس دي، قام ممشيها من هنا عارف السورس ان ده السورس هو ده بالظبط. السورس الوحيد اللي بيمشي من السورس. فبقى ده سورس. لكن لما جيت انا قلت له بقى غير السورس، قلت له غير السورس اي بي وحط سورس تاني، معرفش يمشي. ليه؟ لان البيانات طلعت من الراوتر وصلت، لكن معرفتش ترجع. فلازم الراوتنج يتعمل في الاتجاهين، يعني لازم اروح عند حازم واعمل راوتنج للناحية التانية. طيب تعال عند حازم نعمل راوتنج اي بي راوت، واقول له 172.16.16.0 والنت ماسك بتاعها كده. لازم اقول له، تعرفوا ايه اللي ناقص؟ اللي هو ايه ان انا اقول له يروح الانترفيس فين، ولا ايه؟ ان انا اقول له انترفيس يروح يمشي منين. ايه ايوه الانترفيس انترفيس هقول له 10.22.22.1، اللي هو بقول للراوتر ده اي حد يجي لك رايح للشبكة اللي هناك دي، قول له يسأل فلان، قول له ايه؟ يسأل فلان. فانتر كده تمام. تعالى نعيد الامر هنا تاني بالسورس اللي هو اي 1/1، دوس كده انتر يرد. تمام معايا يا شباب؟ تمام كده فهمنا الفكرة. ماشي انترفيس. ثانية، انا عايز اعمل حاجة هنا. انا هحط اي بي، انا هحط اي بي انترفيس، انترفيس ايثرنت 1/0 اي بي ادرس 172.16.15.0.
15 واحد بصوا يا شباب، دلوقتي مطلوب من كل واحد فيكم معايا، مطلوب من كل واحد فيكم يعمل static route. انا عملت دلوقتي static route ما بين الشبكة دي كده والشبكة دي، فمطلوب انا دلوقتي عملت IP على الانترفيس ده اللي هو 172.16.15.1، فمطلوب من حضرتك باشمهندس عبد المجيد والباشمهندس حازم الاتنين بقى يتواصلوا مع بعض ويعملوا راوتنج ما بين الشبكة دي والشبكة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي عند الباشمهندس حازم كده واكتب دو بنج 172.16 دوت 15 دوت 1 من سورس ادرس، من سورس اي 1/2 يعمل بنج. سورس مكتوبه غلط، اس او يو هنا مش هيعمل بنج. ولما اجي عند الراوتر الباشمهندس عبد المجيد واكتب كده 15.1، ولا بلاش خليها 16.1 برضو من السورس E1/0 مش هيرد. انا بقى عايز الراوتنج يشتغل بحيث ان يحصل بنج. اتفضل يا باشمهندس عم يجيب. لا، هو باشمهندس ماشي عبد المجيد شغال لوحده في الراوتر بتاعه وانت شغال لوحدك في الراوتر بتاعك، والمفروض تنسقوا مع بعض يعني اعملوا الاوامر سوا. وانا أول حاجة أي بي روت، أي بي روت سان تمام صح؟ تمام أي بي مظبوط. روت. باشمهندس حازم اشتغل معانا بعد اذنك. طب واحنا عملنا الاستاتيك دي هنعملها ازاي طيب؟ الاستاتيك مش المفروض أعمل استاتيك ايوه، اللي هنعمل ستاتيك اهو، الامر اسمه اي بي راوت اهو، وبعدين تدله على الشبكه اللي احنا عايزين نعلمها له، وبعدين نديله الاي اللي هي بي بتاع الباشمهندس عبد المجيد. فانا دلوقتي شغال استشاري. نعمل الاي بي راوت ونكتب الاي بي بقى الاي بي بتاع وبعد مين؟ كده ايوه، نكتب الاي بي بتاع مين؟ بتاع الاي بي الراوتر بتاعي انا مش بتاعي. فاكره. يعني انا نكتب الاي بي بتاع الراوتر بتاعه ونكتب الاي بي بتاع الراوتر بتاعي. بالظبط صح، الباشمهندس عبد المجيد هيكتب الاي بي اللي ورا الراوتر بتاع حازم اللي هو كان 192 تمام 168 15 92 0. 160 15 0 طيب والتاني بقى 10 مش مسموح كده. 22 22 لا، باشمهندس حازم حضرتك 10 تكتب 22 برضو الاي بي اللي ورا راوتر عبد المجيد. مش هو كان كام 10 22 تقريبا؟ لا، كان 172 16 15 0. وبعدين وهنكتب تكتب بقى السبنت ماسك بتاعه. الماسك غير 55 ايوه باشمهندس عبد المجيد، تكتب السبنت ماسك بتاع حازم اللي اتنين هو واحد 255 برضه؟ ايوه 255 واحد ولا زيرو 3255 في الاخر؟ صفر. لا، زيرو في الاخر. تمام كده؟ تمام، ثانية زيرو واحدة. اوكي انتر. لا مش انتر، لازم اقول له يطلع منين يروح فين. لما الوقت انت بتقول له لما تحتاج الشبكة دي مش اروح فين، انتر مش انتر. لا ماشي اكيد. خد مسافة. انا هقول له بالنسبه لي انا هقول له انترفيس 0 سلاش 0 ممكن مفيش مشكلة. صح ولا غلط؟ صح، مفيش اي حاجة اوكي. هو انا يعني ممكن ايه تقول له بص يا باشمهندس، خليكم معايا. هو يكتب الباشمهندس حازم من هنا قال للراوتر هو بتاعه انا مش لما شايفه هناك الطريق بتاعه. اخرج كده، لكن ممكن باشمهندس عبد المجيد بعد اذنك ممكن تكتب الاي بي بتاع حازم. 192 دوت 162 لا، هيبقى 10/22. تشيل الايه خالص. انا لا، بتكلم عبد المجيد. يا باشمهندس عبد شلتها المجيد، يا شلتها باشمهندس عبد المجيد،
حضرتك لازم تكتب الاي دي. سبتها اه تمام، هيبقى 10 22 22 22 2 اللي هو ليه بقى؟ اي بي حازم، اللي هو يعني لما تحتاج الشبكة دي روح اسأل فلان، فلان ده اللي هو الاي بي ده. او ممكن نكتب ادخل عن طريق كذا زي مش حددته قبل اه كده. او زي ما حازم كاتب كده، لما تحتاج الشبكة دي اللي هي دي اللي لا هي دي، بتاعتي انا اه امشي من امشي من الطريق الفلاني اللي هو اخرج كده، يعني دي كنت دي هكتب كده صح والله، ودي صح. انا كتبت كده فعلا. اوكي انا بس يعني عايزكم تشوفوا الوضع، يعني دوس انتر بقى، كل واحد يدوس انتر. تمام، نجرب بقى الامر اللي انا كنت بجربه من شوية وما اشتغلش اللي هو ده. دوس كده انتر يا باشمهندس عبد نعمل المجيد. دوبلنج بقى، اه دوس سهم لفوق يا، نعمل دوبلنج. انت بتكتب عربي ليه؟ انا مش فاهم، انا بقلب لوحدي. دوس سهم لفوق كمان. انا ولا هو لا هو اهو كده دوسوا انتر انتوا الاتنين. اهو كده. اه ده الامر اللي ما كانش شغال من شوية اشتغل، سبحان الله. سكسيس. ارجو تكون اتفهمت. لا اتفهم بس. يبقى طيب اول حاجه هقول لك بس بالترتيب، تمام؟ ثانية مش بقى هقول قبل ما النهايه. تقول، ثانية قبل ما تقول اوقف ده عشان ايوه يا باشمهندس، كنت هتقول ايه بقى حضرتك؟ هقول لك بقى اول حاجه اكشن عشان اخش الاستاتيك. يبقى اول حاجه اي بي راوت، ايوه المكان اللي هيروح له، تمام؟ بعد تمام. كده هيسال مين؟ السبنت ماسك اللي هيروح له، وبعد كده هيسأل مين بالظبط. هيسال مين، تمام؟ تمام، يلا بقى نمسح الاستاتيك راوت اللي احنا عملناه. نمسحه ازاي؟ تعال اول نستعرض الاستاتيك راوت، دو شو اي بي راوت. الامر ده بيعمل ايه؟ بيفرجني بيطلع لي تقرير عن الراوتنج تيبل بتاع الراوتر بتاعي. لما تبص في الراوتنج تيبل بتاع الراوتر بتاعك، شوف هنا بقى بيقول لك ايه، في علامة اسمها اس، واخدين بالكم معايا يا شباب؟ شيء لما تطلع لفوق في المفتاح بتاع الراوتر كده تلاقي مكتوب اس دي اللي هي ستاتيك. جميل، ويقول لك ايه ده الاي بي بتاع اللي هو الشبكة اللي هيروح لها، عرفها عن طريق فلان الفلان. تمام، تقدر تشوف برضو الراوتينج بتاعك من الامر اللي هو شوران اللي احنا عملناه امبارح. دو شوران بص هتلاقي هنا تحت شوية من عندي انترفيس كتير، شايفين الامر اللي انت كتبته موجود اهو. طبعا لو عملت سيف هيسيف الاوامر دي. دلوقتي احنا عايزين نمسح الحاجات دي، نمسحها ازاي باشمهندس حازم؟ نعمل ايه ده؟ عايز امسح ده، عايز امسح السطر ده من الكونفيجريشن. هنعمل اكزيت يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا هقول لك، نكتب الامر اسمه نو، نو واكتب مش عارف. اه نكتب نو نفس الكوماند، نفس الكوماند تاني، اخده كوبي وبيست كده انتر. كده انا مسحته. تعال نتأكد، نعمل شو ران تاني. يعني كده اكني ما دخلتش الاي بي ده ولا ايه؟ اه كأنك ما كتبتش الامر ده اصلا، شوية. رجعت في كلامك اهو، بقى واحد بس. باشمهندس عبد المجيد امسح بقى الراجل ده، امسح السطر ده، والباشمهندس حازم امسح السطرين اللي حضرتك كاتبهم. امسح اللي هو الراوتينج اللي احنا عملناه من شوية امسحه، عشان هنشتغل راوتينج تاني اللي هو الديناميك راوتينج. حاجة نو بص بقى. بص يا باشمهندس عبد المجيد، حضرتك ما خدتش مسافة ما بين نو والاي بي، خد مسافة. ايوه، واكتب الامر تاني. هو فين الاي بي اللي هشيله فوق اللي هو اي بي راوت ده؟ افتح اعمل شو ران وهات السطر اللي انت هتكتبه وشيله. بص يا باشمهندس عبد المجيد هقولك على حاجة،
ممكن نعمل كده نو. بص يا باشمهندس معايا، تمام. بص البرنامج البوتي فيه خاصية جامدة جدا، ان انت تيجي تعمل سيلكت بالكليك شمال تمام، فهو بياخد كوبي وتقوم جاي طب دايس كليك يمين يقوم يعمل بيست. ازاي اخد كوبي ازاي؟ معلش تاني يا باشمهندس، كوبي اعمل ازاي؟ تعمل سيلكت بص لما تقف، ما تقف بالماوس كده، بالماوس تعمل سيلكت على اي حاجة هو اوتوماتيك بياخد كوبي. تمام. بس كليك يمين فيها بيست. اه كليك يمين يبقى بيست، احنا هناخد كوبي من دي كده تمام. بص يا باشمهندس حازم، باشمهندس حازم معايا، عشان تمسح الامر لازم تكون واقف في الكونفيج مود، ما ينفعش تمسحه وانت بره. ايه عشان تمسح الامر لازم تكون واقف في الكونفيج مود. دو كده مسح تمام. دو شورا بص يا باشمهندس حازم، انا عايزك تمسح دول الاتنين دول. باشمهندس حازم معايا، تمام. عايزك عن اتنين تمسح السطرين دول، السطر ده والسطر ده. مسحهم كده يا باشمهندس. لا ما مسحهمش. ايوه اعمل شورن وتأكد انه مسحهم ولا لا. دو شورن بالظبط. اه بيعمل بينسخ دوش. لوحده. لما انت بتعمل سيلكت بينسخ، لما بتدوس كليك يمين بيعمل بيست. سطح الامر كده يا باشمهندس. دو شو اي بي روت. لا دو شو رن، ار يو ان رن، شو رن. باشمهندس المفروض امسح التو اي بي دول صح؟ اه طيب انا بقى بكتب نو واخد كوبي مثلا ده ما اهو هو حضرتك مسحتهم الاثنين، نزل لوحده. خلاص حضرتك مسحتهم الاثنين، فاتأكد ان انت مسحتهم. تقوم تعمل تتأكد ازاي؟ دو شو رن، وبعدين ننزل شوية كتير كده عشان الانترفيسز عندنا في الراوتر كتيرة فما نلاقيهمش، يبقى انت كده مسحتهم. والباشمهندس عبد المجيد برضو نفس القصة، فنلاقي فيه سطر واحد هو لسه موجود، حضرتك لسه ما مسحتوش يا باشمهندس. ازاي نمسحه؟ ايوه نو اي بي راوت، اكتبه هو نفسه بالظبط، نفس الامر بالظبط، عشان كده بقول لك خده كابو بيست. بص يا باشمهندس حضرتك بتكتبه بس من غير الامر راوت، اي بي روت كده مسحه. خدت بالك من الفرق؟ كده صغير بقى خدت بالك من الفرق؟ شو؟ اه تمام يا باشمهندس. من غير راوتر. اه تمام. لما تيجي تعمل شو ران هاش هتلاقيه موجود. شو رانينج ده بيعمل ايه؟ بيخليك بيوري لك كل الكونفيجريشن الموجود على الراوتر. دوس كده على المسطرة هينزلك صفحة بصفحة، فنلاقي مش موجودين. طيب دلوقتي احنا هنشتغل راوتنج، احنا الراوتنج اللي اشتغلناه ده كان من نوع ستاتيك. تعال نرجع كده، احنا الراوتنج اللي اشتغلناه كان من النوع ستاتيك، فاحنا دلوقتي هنشتغل راوتنج من نوع دايناميك. عندنا 3 انواع راوتنج من نوع الدايناميك، واحد اسمه ريب، واحد اسمه اي جي ار بي، والتاني اسمه والتالت الاخير اسمه او اس بي اف. في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الراوتنج، قلنا في حاجه اسمها
دايناميك وحاجه اسمها ستاتيك، والدايناميك ده بيتقسم لديستانس فيكتور ولينك ستيل. فاكر يا باشمهندس حازم؟ ما كملتش المحاضرة كلها، ليه؟ مش فاكر، ما استأذنت من حضرتك ومشيت ساعتها. لا بس احنا كنا موجودين في الحتة دي. لا ما حضرتش انا هتت. الفيديو موجود يا باشمهندس. بس انا ما شفتوش. طيب لا موجود، انت كنت موجود في الفيديو. لا مش كله. لا انت كنت موجود. طيب بصوا يا شباب، الفرق بين الديستانس واللينك ستيت، خلينا كده ادي لك مثال بسيط قوي. دي شبكة اسمها اكس ودي شبكة اسمها واي، معايا؟ وبعدين في راوتر اهو، دي متوصلة براوتر وراوتر كمان كده وراوتر كمان كده وراوتر كمان، وموصل بالشبكة واي، اتفقنا؟ وفي تمام. وصلة كمان كده وفي وصلة كمان مباشرة كده. دلوقتي انت لو راجل واقف عند اكس واحتجت تروح للشبكة واي، هتروح لها من انهي طريق؟ الأسفل الأول سؤال خلاص الفاضي فوق. الاول اللي فوق ده، صح؟ طيب انت اخترت الطريق ده على اي اساس؟ عشان مفهوش اخترته لانه اقصر، على اعتبار ان يعني ده مفيش. اطول شوية، على اعتبار ان في راوتر، وده اطول شوية لان على اعتبار ان في راوترين، صح؟ طيب هي دي فكرة الديستانس فيكتور. الديستانس فيكتور بيفكر زي كده بالظبط. طيب لو اعتبرنا ان الخط القصير ده مثلا سرعته 512 كيلو بت بير سكند، والخط الطويل ده سرعته 8 ميجا، نفس المثال بتاع امبارح، انت هتختار مين؟ اختار تاني. ليه؟ لأنك حطيت في اعتبارك السرعة، حالة سرعة. اللينك. هي دي فكرة اللينك ستيت. الديستانس فيكتور بيفكر ببعد المسافة. يبقى احنا لو اشتغلنا في الوضع ده ديستانس فيكتور على الشبكة دي كده، اخترنا ديستانس فيكتور، مش هيبص لأن ده 8 ميجا وان ده 512، هيبص للأقصر حتى لو كان أبطأ، هيبقى ده أفضل مسار بالنسبة له حتى لو كان في بطيء. حاجة تجمل، ايه؟ في حاجة تجمل من الاثنين، تجمل منهم، تختار الأسرع أو الأقصر في نفس الوقت. حاجة تدمج بين الاتنين؟ لا لسه ما اخترعوهاش دي، بس في عملوا الـ AIGRP. سيسكو عملت الراوتر، الراوتينج بروتوكول الـ AIGRP، هو مكتوب Enhanced Interior Gateway Routing Protocol، اللي هو يعني هو هايبر ما بين الاتنين، يعني عارف واخد مميزات من هنا ومميزات من هنا. أجين الراوتر الريب، الراوتينج بروتوكول الريب بيفكر ديستانس فيكتور، بيفكر ببعد المسافة فقط لا غير. الراوتينج اللينك ستيت بيفكر بحالة اللينك، بيشوف مين الأسرع ويبتدي يتعامل معاه، يبتدي ياخد اللينك الأسرع. الـ AIGRP اللي في النص ده اللي أنا معلم عليه بالأخضر ده، انتوا معايا يا شباب؟ اللي أنا معلم عليه بالأخضر ده فيه بعض المميزات من الديستانس فيكتور وبعض مميزات اللينك ستيت، تمام؟ اللي هو اي اي جي ار بي. اه التفاصيل بقى مش يعني مش انا مش حاططها في الورك شوب دي، التفاصيل موجوده في الكورس سي سي ان ايه، لكن احنا بس في الورك شوب احنا بس عايزين نعرف الفرق ما بين كل واحد فيهم وازاي نعرف نشغل كل واحد فيهم، اتفقنا؟ طيب ازاي نشغل الرب؟ دلوقتي الباشمهندس محمد والباشمهندس عبد المجيد هيشغلوا الراوتنج بروتوكول الريب على الرواتر بتاعتهم. اول حاجة بتكتبها، تعالى ايه نجيب البرزنتيشن كده ونشوف البتاع. بص ايه ده، بصوا يا شباب، اول حاجة بتكتبها الامر اسمه ايه؟ راوتر راوتر ريب. يعني يا راوتر انا هشتغل من راوتنج بروتوكول اللي اسمه ريب، لازم الراوتر التاني يكون شغال نفس الراوتنج بروتوكول، ما ينفعش واحد يكون بيتكلم روسي والتاني بيتكلم صيني ويتفاهموا مع بعض، مش هيحصل تواصل،
فلازم احنا الاتنين نكون بنتكلم لغة واحدة. طيب ايه دي وايه دي؟ هنا الراجل اللي هو الراجل راوتر 3 ده، والراجل راوتر 2 ده، راوتر 2 وراوتر 1، ماشي، راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3. احنا اشتغلنا رب، خلاص انا شغلت الرب، دلوقتي انا بقيت بعرف اتكلم رب. بعد كده بعمل اعلان عن الشبكات اللي انا متوصل بيها. بص، مش احنا في الاستاتيك جينا على الراوتر 3 وعلمناه الشبكة بتاعت الراوتر اللي وراها، فاكرين؟ يعني احنا في الاستاتيك جينا على الراوتر اللي هو بتاع الباشمهندس عبد المجيد وعلمناه بإيدنا الشبكات اللي ورا دي، صح؟ مظبوط. لا، في الدايناميك بقى انا مش بعلمه الشبكات البعيده. هو بيعرف في الدايناميك انا بعمل يحدد. اعلان عن الشبكات اللي انا متوصل بيها. فانا هعمل اعلان عن الشبكه دي، واعمل اعلان عن الشبكه دي، واعمل اعلان عن الشبكه دي، وحازم برضو يعمل اعلان عن الشبكه دي والشبكه دي والشبكه دي. يقوم حازم وعبد المجيد الراوترين يكتشفوا ان هما موجودين جيران وبيتكلموا نفس اللغة، يقوم يقول له ازيك واخبارك ايه ويتعرف عليه وتمام التمام، خلاص يقول له عندك اخبار جديدة، يقول له اه عندي شبكة واحد وعندي شبكة اتنين، خد اتعلمهم. وده برضو يعمل نفس الحكاية. تعالى بقى نطبق اللي انا بحكيه ده دلوقتي. افتح كده الراوتر بتاعك وشغل الريب. نشغل الريب شغل بقى الريب اه نشغل الريب ازاي؟ نكتب هنعمل راوتر اكزيت ريب. بقى لا، هو لازم انت هتبقى واقف على الكون، على الجلوبال. اكتب راوتر ريب، راوتر مسافة ريب، انت بعد كده نعمل بقى النيتورك اللي انا متصل بيها في 3 نيتورك. ثواني بس، تمام ثواني عليا، اصبر عليا. بصوا يا شباب، كده يعني. الريب في منه نوعين، في منه 2 اصدار، فيرجن 1 وفيرجن 2. انت في الوضع الافتراضي لما كتبت راوتر ريب على الوضع ده، انت شغال فيرجن 1، تمام؟ طب ازاي نشتغل فيرجن 2؟ تكتب فيرجن، لا لا، بص حضرتك يا باشمهندس، بص خليك معايا، خليكم معايا في الشاشة بتاعتي دي. انت كنت واقف في الجلوبال مود لما كتبت راوتر ريب، وقفك في صب مود اسمه راوتر اهو، صح؟ اعمل علامة استفهام عشان تعرف الاوامر اللي موجودة، كل دي اوامر موجودة. يعني لما تحتاج تعرف ايه الاوامر اللي موجودة في كل مكان، اعمل علامة استفهام. احنا محتاجين ده نشتغل، انا عايزين بقى النتورك. اصبر عليا، احنا محتاجين نشتغل فيرجن 2. نشتغل فيرجن 2 ازاي؟ اكتب الامر، اكتب كده في اي ار، اكتب فيرجن، فيرجن دوس تاب. فيرجن كتاب فيرجن بتتكتب في اي ار يا حازم. ايوه، دوس تاب وبعدين اكتب رقم 2. قبل ما تكتب رقم 2 كده، اعمل علامة استفهام. تعالى ان نعمل علامة استفهام، امسح دي واعمل علامة استفهام، هيقول لك 1 و2، فاكتب 2. احنا كده اشتغلنا ريب فيرجن 2، اتفقنا؟ تمام. طيب اعمل اعلان عن الشبكات بتاعتي ازاي؟ اكتب الامر نتورك اللي هو كان موجود في ال نتورك والاي بي بتاع النتورك بقى صح؟ اه بتاعت نتورك، لا مش الاي بي، النتورك ادرس، طب ينفع نعمل انترفيس؟ امال ايه؟ النتورك ادرس. طب ما ينفعش اكتبها الانترفيس؟ تكتبها الو الانترفيس نتورك، اعمل علامة استفهام مش كده. احنا في 3 علامة استفهام كده في الانترفيس بص بيقول لك ايه، اكتب A B C D نتورك نمبر، اكتب الشبكات اللي انت تمام. متوصل بيها طب هو ايه؟ الموجود عندك. تمام اكتب يا باشمهندس عبد المجيد،
انا في طب ماشي، انا بقى بقول ينفع نكتب، مش احنا قلنا اللي هي عن طريق ده وده وده، طب جرب ينفع بقى نكتب اي جرب، انت مش زيرو قدامك الراوتر اهو، جرب. هما الثلاثة اللي جنب يا باشمهندس انت قلت عليهم، اللي هو ايه انترفيس 1 0 0 تمام، الثلاثة اللي هما انترفيس 1/1 وزيرو سلاش زيرو بلد وواحد سلاش زيرو شفت؟ واحد سلاش ثانية زيرو بقى، بص تمام، بص على حازم كده، بص الفضيحة بتاعت حازم دي اللي بلد اللي انبوت ديكي هتنزل في الفيديو. ايه؟ بقول لك بص الفضيحة بتاعت حازم، الراجل الراوتر طلع اداله بالبوكس في وشه وقال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ شوف، valid قال له ما ينفعش، لازم تكتب النتورك ادرس. طب ماشي هو يعني، اللي طب هو ماشي هو رجع الحاجات اللي عندك على الراوتر، واحد بنحفظها واحد تسعة وباشمهندس عبد المجيد اكتب بقى الايبيات اللي عندك على الراوتر. طب انت تعرفهم منين وانت مش حافظهم؟ تعرفهم منين؟ اعمل دو شو اي بي انترفيس بريف او شو رن، اعمل دو شو رن. بص لما تعمل دو شو رن وتنزل كده هيقولك ان انت انا عند بعرف التت. هيقولك ان انت عندك انترفيس اهي، ودي الاي بي بتاعها، وتنزل تحت شوية كمان هيقولك عندك مش احنا انترفيس مسحناهم كمان. احنا مسحنا الراوتينج، ما مسحناش بس الاي بي هات. تمام بص فتبتدي بقى تكتب ايه، نتورك، وتكتب النتورك ادرس بتاعك. يلا باشمهندس عبد المجيد اكتب بقى، على فكرة انا اكتب كاتب غلط. التلاتة بقى تكتب التلاتة، تمام، انا تكتب عايز اعرف ما قلنا اعمل المسافة. شورن. طب اكتب بس مش بس اكتب واحد، اكتب كل واحد لوحده ولا بكتب بقى ازاي بقى كل واحدة في كل واحد سطر لوحده ولا ايه؟ لوحدها. كل واحدة في سطر لوحدها. اوكي تمام يا باشمهندس حازم اعمل شورن. اهو زيرو سلاش زيرو. بص يا باشمهندس يعني ولا حاجة، يا باشمهندس حازم انت خرجت ليه؟ المفروض تخش انا مش عارف هم اول خرج الكونفيج راح مود وتدخل الراوتر ريب. مش مهندس، انا دوست نت وعملت كوبي للاي بي الدنيا حاجه غريبه كده ما هو عشان حضرتك ما حضرتش امبارح فمش عارف. بص الدنيا مبلغ. المفروض تكتب النتورك ادرس بس، بس كده خلاص، اوكي تمام ودوس انتر. اوكي تمام، انا دخلت الكونفيج مود اهو، وادخل كونفيج بقى مود راوتر ريب. ايوه، واكتب بقى ال نتورك والنتورك اي دي. ثالث واحد سلاش زيرو هو هيقبلها بس يعني ما كان المفروض تكتب النتورك اي دي اللي هو زيرو. ماشي كمل كمل. كانت كده اتنين يا باشمهندس صح؟ لسه التالتة. جميل 15 واحد دي التالتة؟ بالظبط. دوس انتر بقى. ازاي بقى اتأكد ان شغلي صح؟ ازاي بقى اتاكد ان شغلي صح؟ اعمل شو اي بي راوت، ازاي اتاكد دوش دو شو اي بي شو راوت. دو يا حازم الاول، دو شو اي بي شو راوت، ار اي بي دو شو اي بي راوت.
دوس انتر بقى كده. ده كيروش مانس. تمام. بص بقى، عايزك تشوف هنا حاجة مهمة جدا، تخليكوا بقى معايا في الشاشة بتاعتي. الباشمهندس حازم عرف شبكة اسمها 172.16 عن طريق الرب. الار دي اهي، بص فوق في الجدول اللي فوق ده، فين الار دي؟ معناها رب اهو. معايا يا شباب؟ الباشمهندس عبد المجيد عرف شبكتين من عند حازم، عرفهم بالرب برضه. ار اهي معناها الرب كده. احنا شغلنا الرب راوتينج بروتوكول بس، دي مبادئ يعني، احنا بنشرح بس المبادئ. فده مبدأ انك ازاي تشغل راوتينج بروتوكول من نوع رب. طب ازاي احذفه؟ يو اي احذف بي كامل نو راوتر رب وهيحذف كل الحاجات. نو. طب قبل ما نحذفه خلينا نتأكد ان هو موجود وشكله ازاي. اعمل شو ران، شكرا بس. شو ران بس، دو شو ران. ما تنسوش دو يا جماعة عشان انتوا واقفين في الجلوبال. دوس انتر كمان. دوس على المسطرة، انتر هتنزل سطر، دوس على المسطرة تنزل صفحة، دوس على المسطرة كمان يا باشمهندس. كمان واحدة، كمان واحدة، كمان، لانه الانترفيسز عندنا كتير. اي استنى، بص بص اطلع فوق شوية كده، خليك معايا حازم بعد اذنك. بص في الكونفيجريشن في مكان اسمه راوتر ريب اهو، شايفينه؟ راوتر ريب. تمام. لو انت بقى لو جيت تكتب نو، لو جيت تكتب نو راوتر ريب هيحذف كل اللي تحته. حتى بص في هنا مسافة، في حتة فاضية اهو، ان دي تحت الراوتر ريب يعني. معايا يا باشمهندس حازم؟ تمام. طيب نحذف الراوتر، يلا نو راوتر ريب ونبتدي نشتغل حاجة تانية. نو راوتر ريب ايوه كده. ادوس بقى عشان اتاكد ان هم اتحذفوا. ادوس دو اعمل شو شوران تاني، شو دو شوران تاني. مع السلامة. بص يا باشمهندس حازم، نو 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 دوس كده، نو نو دوس نو على نو المسطرة عشان تنزل لتحت خالص، فما تلاقيش الريب اللي هو كان موجود مش أي حاجة تخرج خالص عندي. بالظبط كده، يبقى اتمسح. انزل تحت كده شوية، تحت شوية كمان، تحت شوية كمان، لأن أنا حاطط انترفيسز كتيرة. انت شايف يعني الراوتر ما شاء الله موصل يمين وشمال وفوق وتحت. مفيش برضه حاجة. طيب يبقى خلاص اتمسح. طيب ازاي بقى نشغل ال اي جي ار بي؟ ال اي جي ار بي بيشتغل زي الريب بالظبط، نفس الطريقة، نفس الطريقة. هتكتب راوتر اي اي جي ار بي. معايا حازم؟ لما كانت ورك وعرفهم الثلاثة. بالظبط. راوتر بصوا يا شباب، في فرق صغير. في هنا راوتر اي اي جي ار بي، شايفين انا كاتب بتاعه في البرزنتيشن، وفي هنا رقم واحد. ايه رقم واحد ده؟ ده حاجة اسمها اوتونوموس سيستم، زي ما انت شايف مكتوب فوق اهو. معايا؟ بيفيد في ايه الاوتونوموس سيستم ده؟ الاوتونوموس سيستم ده عبارة عن مجال كده بيضم مجموعة من الرواتر كلهم ينتموا لنفس الاوتونوموس سيستم. عارف الناس اللي هم مصريين، اللي هم لو راحوا اوروبا او راحوا امريكا هم برضو مصريين. ليه؟ لان هم ينتموا لمصر. فكل الرواتر اللي بتنتمي للاوتونوموس سيستم رقم واحد دول هيشتغلوا مع بعض. طيب لو انا عملت راوتر باوتونوموس سيستم رقم واحد وراوتر التاني باوتونوموس سيستم رقم ثلاثة مثلا، مش هيشتغلوا مع بعض.
لازم ينتموا لنفس الاوتونوموس سيستم، اتفقنا؟ طيب ايه الميزه في الموضوع ده؟ ان انا يقدر راوتر يشتغل في اوتونوموس سيستم واحد ويشتغل في اوتونوموس سيستم تانية برضه، يطلع اسمها 3 او يطلع اسمها 4 ايا كان، لكن الريب هو ريب واحده بس على الراوتر، اتفقنا؟ ممكن تعرف ناس بس معلش نقول تاني، بص ايه الفرق بين ان انا اشغل راوتر ريب وراوتر اي اي جي ار بي؟ نفس الامر، بس الراوتر اللي اي جي ار بي بياخد رقم بعد كده. ايه الرقم ده؟ الرقم ده اسمه اوتونوموس سيستم. ايه الاوتونوموس سيستم بيعمل ايه؟ الاوتونوموس سيستم ده عبارة عن انه راوتر بينتمي لمجموعة كبيرة من الرواتر، الشركة دي كلها او يعني مثلا في هنا 300 راوتر. ايه في ايه معايا؟ في هنا مثلا عدد من الرواتر كتير كلهم ينتموا لاوتونوموس سيستم واحد، فكلهم بيشتغلوا مع بعض. طب لو انا جبت راوتر تاني وعملت اوتونوموس سيستم اتنين او اديته رقم مختلف، مش هيشتغلوا سوا. هل الراوتر الواحد يقدر يشتغل في اتنين اوتونوموس سيستم مختلفين عن بعض؟ اه ممكن، يبقى عنده اي اي جي ار بي واحد وعنده اي اي جي ار بي تانية خالص اسمها اتنين يشتغل معاه، اتفقنا؟ احنا دلوقتي هنشغل على الرواتر بتاعتنا اي اي جي ار بي 1، معايا يا شباب؟ يلا كل واحد بقى ايه، اه راوتر اي اي جي ار بي 1، اي اي جي ار بي 1 لا خد مسافة، انتر عليها مسافة ما بين اي اي جي ار بي وما بين 1، اه وانتر بعد كده، وبعدين هبتدي اعمل اعلان عن الشبكات اللي انا متوصل بيها برضه، نفس اللي حصل نتورك نتورك نت والكلام اه، ونكتب برضه النتورك بتاعتي اللي انا متوصل بيها. انا عشان اظهر انت لسه مش النتورك اللي فاكرهم؟ عندي. ادوس دوشو دو شورا دوشورا او شو اي بي انترفيس بريف، خليني دي اسهل دوشورا. لا لا انا هقول لك برضو التانية، ممكن التانية ممكن تختصرها كده دو شو اي بي، فين الاي اي بي انترفيس بريف، يعني تكتب اول شوف هيجيب لك الاي بيهات اللي على كل انترفيس، في التاني في الران بيجيب لك الاي بي والسبنت ماسك، فده امر ده موجود والامر ده موجود، ممكن تكتبه في الورقة عندك. يلا نكتب، ممكن تاني بس عشان معلش، اول حاجة دو شو اي لا بي لا مش اول حاجة، ده مجرد امر عشان انا تعرف الحاجات اللي موجودة عندك على الراوتر. ما فاهمك، ما طيب باشمهندس ايوه اكيد دو شو اي بي ران ماشي، ران دو شو اي بي انترفيس صح؟ دو ايوه شو اي بي انترفيس ولا ايه؟ انترفيس بريف، اه ايه اللي هي انترفيس اختصارتها ايه؟ وبريف اختصارتها بيت ايه؟ تمام لا بيسك لا هي اتكتبت كده اهو، الامر اهو الاي بي هي اي بي تمام وانترفيس اتكتبت اي ان تي والبريف اتكتبت بي فور بوك. باشمهندس، يا باشمهندس ايوه يا حازم معاك، هو ده هنكتب نتورك وندخل اللي هو الاي بي هات واحنا لسه عاملين فورمات اصلا فورمات ايه؟ ولا ايه؟ مش احنا لسه عاملين ديليت للحاجات اللي في الراوتر احنا كلها عملنا اللي احنا ديليت دخلناها؟ للريب، احنا عملنا ديليت للراوتنج الريب، احنا بنشتغل راوتنج تاني خالص، لغة جديدة اسمها اي اه اي جي ار بي. تمام، تمام اكتب بقى يلا، ثلاثة اللي هم عندي بقى ايوه اكتب التلاتة اللي هم عندك بالظبط، بس ما تنساش خد المسافة، انت كاتب غلط. بنيت اه
ثانية واحدة كده يا باشمهندس حازم، قبل ما تعمل أي حاجة، تعال بص نتفرج كده. دو شو اي بي، باشمهندس حازم خليك معايا، شو اي بي راوت. بص يا باشمهندس، انت ما عندكش الحاجات اللي هي الشبكات اللي عند حازم اللي كانت موجودة، فاكر كانت موجودة بالار كان عندي اتنين وهو كان عنده واحدة، أنا بالظبط، لقطت اتنين ما بقوش موجودين دلوقتي. حذفتهم خلاص، ما دوست إن هو بالظبط، فاحنا بس بنتأكد. اكتب بقى حضرتك النتورك اللي كنت هتكتبها. تمام كده بقى. على كده النتوركس هتختلف بقى، اللي هيتصلوا ببعض مش زي الأول صح؟ عشان كان الأول كان ده رب اختلفت وده تمام. اختلفت بالظبط. لما نخلص هوريلك الفرق. نت بس ولا نت ورك كاملة؟ عادي مفيش مشكلة، دوس انتر هيقبلها. شو اي بي راوت يا حازم؟ اي بي راوت يا حازم، شو اي بي راوت. بص يا حازم، خدت بالك؟ دوس انتر بقى. لسه ما ظهرلكش حاجة، عارف ليه؟ عشان هو لسه مش شغال هناك. باشمهندس عبد المجيد يدوس انتر كده هيشتغلوا مع بعض. شوف بص قالك ايه، قالك ان حصل ايه، اي جي ار بي نيبر شيب، اكتشف ان في جار جنب منه كذا كذا. حازم بعد اذنك عيد الامر اللي انت عملته تاني، دوس كده سهم لفوق ودوس انتر تاني. بص هتلاقي نفسك عرفت. بصوا يا شباب معايا في الشاشة بتاعتي هنا، هنلاقي حازم عرف شبكات من عند عبد المجيد اهو، شبكتين اهو، شبكة ايه شايفين، عرفهم عن طريق ودي بترمز لـ AI GRB. والدي بترمز للـ AIGRB بالظبط. باش مهندس طب عبد وانا المجيد، ما عنديش ممكن حاجه ولا اعمل شو اي بي راوت كده برضو زيه. اكتب دو في الاول، انتر. المفروض يكون عندك الشبكات بتاعة حازم اهو، هتلاقي عندك الشبكات اللي هي 192.168 تحت اهي، وحرف الدي بتاع الاي اتش ار بي. اتفهمت يا شباب؟ حد عنده سؤال في المعلومة دي؟ انا بس ظهرت عندي واحدة بقى. ازاي ظهر عندك واحدة؟ انا عندي اتنين من عند حازم صح؟ اذا ايه؟ عندنا اتنين. انت اتعلمت. حازم راوتر حازم قال لك انا عندي شبكتين اهم، لما تحتاجهم تعالى لي. وانت راوترك انا من علم عند حازم حازم، بس ما هو يا ظهر من عند حازم كام؟ ايه تاني كده بتقول ايه؟ ايه تاني؟ ما سمعتكش يا باشمهندس عبد المجيد، انت موجود؟ لا انا بسمعك يا باشمهندس انا ما مش سمعتكش، انت فاهم. بتقول ايه؟ لا انا بقول ظهر من عندي، فين الشبكات اللي ظهرت فيها؟ معاك يا باشمهندس. بص يا انا بقول باشمهندس، الشبكات اللي ظهرت من عند حازم عندي كم عددهم، فين بالظبط؟ انت شايف لو الشاشة حازم بتاعتي؟ جابهم بص ظهروا عندي لما احتاجهم اللي يعني هم 192، اللي هم اتنين. 192 اللي هما الدي، اللي انا معلم عليهم دول، شايفهم دول اللي ورا راوتر حازم. وانت تمام الحاجات بتاعتك اهي عند حازم، تمام مش دي الشبكات اللي فهمت انت ما شاء كتبتها الله سلام بنفسك؟ تمام فهمتني؟ عارف هي الفكرة في ايه؟ الفكرة في الاستاتيك خلاص ان انت تمام كنت بتعلمه الشبكة بنفسك البعيدة، لكن في الديناميك انت بتعلن عن الشبكات بتاعتك وهم بيعلموا بعض. تمام فهمتني؟
الحته الاخيره بس الصوت بيقطع يعني، الحته الاخيره مع الفرق طيب الصوت قطع، الفرق ما بين كانه الاستاتيك خلاص معلش والديناميك، الصوت قطع في الاخير. الفرق ما بين الاستاتيك والديناميك، الاستاتيك ان انت بتعلم الراوتر الشبكات البعيدة بنفسك، لكن في الديناميك انت تمام يعني بتعلن عن بتعلم الشبكات بتاعتك والرواتر بتعلم بعضها. تمام اتفقنا؟ تمام. حد عنده سؤال في المعلومة دي؟ حضرتك بقى تسجيل، اه تسجيل تسجيل. عشان ماشي الله ي... ماشي نكمل يا شباب. ازاي نمسح ال ازاي نمسح ال الراوتر الريب؟ يبقى لو راوتر اي اي دي ريب صح؟ ازاي نمسح الراوتر الريب؟ لو راوتر نعمل نو لو راوتر اي اي دي ريب صح؟ اسف اه، ازاي نمسح الراوتر اللي هي جي ار بي؟ معلش، ازاي نمسح الراوتنج اللي هي جي ار بي؟ يبقى نو راوتر اي اي دي ار دي ار بالظبط صح، نو سوري راوتر، سيلفر نو راوتر اي اي جي ار بي صح، والاوتونوموس سيستم بتاعه. اكتب كده عندك، وانا مش شايف ليه اللي انت نو راوتر اي اي جي ار بي 1 اي ار جي ار بس بعد جي ار ممكن تكتبها كده هيقبلها. امسحها خلاص بعد كده اعمل دوش عشان اتاكد، اعمل دوش عشان اعمل اتاكد اه اي الخلف شو ولا شو تمام ران، اعمل شو ران او شو اي بي راوت، الاثنين هيقول لك. بص يا حازم، نو راوتر انت كاتبها الاول صح، بس انت بص يا حازم ثانية واحدة معايا يا حازم، بص يا حازم انت كاتب هنا اي اي كده كده يقبلها منك. خدت بالك حازم انت كنت فعلا كاتب اي 1؟ شفتها ولا طيب تمام اي اي بالظبط طب خلص انا كده اتمسح من عندي ولا ايه؟ اه اكمل بقى كده اتمسح من فلوس عندك. فلوس مسطره نكمل بقى مع بعض. طيب فاضل احنا معانا اصلا فاضل نص ساعة، فنكمل اخر راوتينج بروتوكول نتعرف عليه ونشغله كده سريعا سريعا. بصوا شباب معلش يا معايا، باشمهندس نعم ايه هو بقى الاو اس بي اف؟ بصوا معايا، الاو اس بي اف احنا قلنا ان هو راوتينج بروتوكول بيستخدم اللينك ستيت كالجوريزم، يعني كطريقة تفكير. في شوية مصطلحات في ال او اس بي اف احنا محتاجين نكون عارفينها. ال او اس بي اف بيستخدم نظام اسمه اريا، نظام اسمه اريا. عارفين في مصر عندنا احنا بنك اسمه بنك مصر، تمام؟ طيب فرع القاهرة اللي هو المحافظة الرئيسية في البلد اللي هي العاصمة، بتكلم فرع اسكندرية كام مرة في السنة؟ كتير كتير اه، يعني انت مش اكيد مش هتقعد تعد ملايين البروسيس يعني. طيب بيكلم فرع اسوان كام مرة في السنة؟ او فرع الوادي برضه الجديد؟ كتير كتير برضه كتير لكن مش زي اسكندرية. فاسكندرية في معاملات بينهم اكتر. بصوا يا شباب، في حاجات، هو ازاي الراوتر ده كان بينقل البيانات ما بينه وبين الراوتر التاني في الراوتنج اللي فاتت؟ بيعملوا بعض في رسائل، بيعلموا لبعض الشبكات ما بينهم، مظبوط. في حاجة اسمها ابديت في يا النص، باشمهندس في رسالة اتبعتت بتقول ان انا عندي شبكات معينة، وفي رسالة انت بعتها لحازم بيقول ان انا عنده شبكات معينة، تعال نجيب الشبكة بتاعتنا دي. مش ده اللي حصل؟ يعني تمام لما يجي راوتر حازم يعلم راوتر عبد المجيد بيبعت له رسالة فيها البيانات بتاعته، مظبوط. طيب لو افترضنا ان احنا شغالين في شبكة فيها 500 راوتر،
هياخد وقت قد ايه عشان يتعلموا كل الراوتنج بتاعهم مع بعضهم؟ وقت كبير. ما 500 راوتر، كل راوتر وراه 5 شبكات، يبقى 500 في 5 ب 250 شبكة، عدد ضخم جدا صح؟ صح. ففكرة ال OSPF بقى مفكر في فكرة اسمها ايه؟ عارف النظام اللي هو بتاع الشركات، اللي هو النظام الإداري، اللي هو النظام الهرمي. المدير هو اللي بيتكلم مع رؤساء الأفرع، ورؤساء الأفرع هم اللي بيتكلموا مع الموظفين، فعارف انت النظام ده. فكل فرع فيه مجموعة من الموظفين وفي واحد مدير، المدير ده هو اللي يقدر يتكلم مع الإدارة، وما يقدرش يتكلم مع مدير الفرع التاني، لازم يكلم الإدارة، والإدارة هي اللي تودي طلباته. هي نفس الفكرة كده في الأوز بي اف. الأوز بي اف مقسم الدنيا اريا، مش ادارات بقى، اسمها اريا، منطقة. كل اريا بتاخد رقم. الراوتر اللي بيربط الاريا ببعضها اسمه اريا بوردر راوتر. اسمه ايه؟ اريا بوردر راوتر. جميل. الراوتر اللي بيبقى كل الانترفيسز بتاعته تنتمي لنفس الاريا اسمه انترنال راوتر. الراوتر اللي الانترفيسز بتاعته بتنتمي لنفس الاريا اسمه انترنال راوتر. الراوتر اللي الانترفيسز بتاعته فيها، يعني ده بينتمي لاريا 2 وده بينتمي لاريا 0، فده اسمه اريا بوردر راوتر. اتفقنا؟ يعني لو في راوتر موصل باتنين اريا، ده اسمه اريا بوردر راوتر. تمام. تمام. الاريا 0 دي الإدارة، دي اسمها باك بون اريا، مش موجودة هنا. باك بون اريا. الاريا زيرو اسمها ايه؟ باك بون اريا، دي الادارة. يعني اريا 2 ما ينفعش تكلم اريا 3 مباشرة، لازم البيانات تعدي على اريا 0. اتفقنا؟ اتفقنا؟ لا مش مهم. طيب يبقى زي ما انت قلت، الانترنال راوتر ده الداخلي، اللي هو المدير مع الموظفين نفسهم كده، صح؟ زي لا، المدير مع اللي الموظفين، هو موظف. اللي هو الموظف. تمام. والاي بي المدير، راوتر ده المدير ده اللي هو اريا بوردر راوتر. تمام. ده ما بتعديش اي حاجه، لازم كل حاجه تعدي عليه عشان يقدر زي انترفيس كده بينه وبين الاي بي. بالظبط. الاريا زيرو، المنطقة اللي اسمها اريا زيرو دي اسمها باك بون اريا، زي العاصمة كده. تمام. طيب الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي، لو هما موصلين مع بعض وان، الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي لو هما موصلين مع بعض ايه؟ المصطلحات اللي فاتت كانت في الوان، كانت في التواصل ما بين الوان. طيب لو احنا موصلين لان، لو احنا موصلين شبكة لان على سويتش، معايا يا شباب؟ في السلايد اللي فاتت دي كنا بنتكلم عن دي ار وبي دي ار وحاجات كده، وكنا بنتكلم عن اريا، قصدي اريا، واريا زيرو اللي هي باك بون اريا، واريا بوردر راوتر. ده في التواصل عن طريق الوان، عن طريق ايه؟ الوان. طيب لو الرواتر موصلة سويتش، لو الرواتر موصلة على سويتش، ايه الموقف؟ الموقف ان كل راوتر بيبقى عنده معلومات محتاج يبعتها لبقية الرواتر، مظبوط؟ طيب تخيل معايا ان في هنا شبكة اسمها اكس ظهرت، فقام الراوتر ده باعت معلومة للراجل ده، وبعت معلومة للراجل ده، وبعت معلومة للراجل ده، وبعت معلومة للراجل ده. حلو. طيب الراوتر اللي هنا ده يعرفها ويسكت؟ لا، ما يعرفهاش ويسكت، لازم يبلغ كل الناس برضه، يقوم يبعت معلومة كده، ويبعت معلومة كده، ويبعت معلومة كده. لو كل واحد قعد يبعت نفس المعلومة 3 مرات، احنا كده مش هنشتغل شبكة، كده الباندوتس بتاعت الشبكة دي مش هتشتغل، الشبكة دي هتقعد تهنج، مظبوط؟ اوكي مظبوط. 6 مرات.
وصف يعني مرتين. انت متخيل المعلومة هو هتوصلك 3 مرات، كل معلومة توصلك 3 مرات او 4 مرات، يعني يبقى موضوع مرهق جدا. فبيعملوا ايه بقى؟ بينتخبوا ما بينهم واحد اسمه دي ار، اللي هو زي شيخ القبيلة كده، رئيس الجماعة. حلوة رئيس الجماعة دي. المهم شيخ القبيلة، شيخ القبيلة ده هو اللي بيبقى مسؤول عن الابديت. خلينا في شيخ القبيلة. شيخ القبيلة ده هو المسؤول عن انه يستقبل منك اي تغيير، في شبكة ظهرت، شبكة وقعت، فانت بتبعت له هو بس، هو بس يقوم هو ياخد منك التغيير ويبعته للناس. فالراجل اللي هو مسؤول انه ياخد منك الابديت ويبعته ده اسمه دي ار. اسمه ايه؟ دي ار، اختصار لكلمة اسمها designated router. تمام؟ لان الراجل ده مهم فليه نائب، يعني لو مات الدنيا ما تعطلش، تفضل الحياة شغالة. لو مات او اتحرق، الكهرباء قطعت عليه، باظ، جراله اي مصيبة، فالدنيا ما تبصش، يبقى فيه ليه نائب. النائب ده اسمه باك اب ديزيجنيتد راوتر، وبنختصرها بنقول بي دي ار. بيختار الدي ار على اي اساس؟ على اساس قيمة اسمها بريوريتي. على اساس قيمة اسمها ايه؟ بريوريتي. القيمة دي موجودة في كل انترفيس. طيب اذا قيمة البريوريتي كانت متساوية، لانه في الطبيعي هيجي بقيمة افتراضية، اذا كانت متساوية ايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل ان في حاجة في الاو اس بي اف اسمها راوتر اي دي. اسمها ايه؟ راوتر اي دي. فياخد اعلى راوتر اي دي، يبقى هو اول حاجة هيبص عليها اعلى بريوريتي. اذا البريوريتي بقت متساوية هياخد اعلى راوتر اي دي. اتفقنا؟ تعالى بقى نعمل كونفيجريشن ونعرف ازاي نعمل راوتر اي دي، وازاي نعمل ابديت، وازاي نعمل الحاجات دي. باشمهندس عبد المجيد، اكتب كده على الراوتر بتاعك راوتر او اس بي اف، واستنى ما تدوسش انتر. خد مسافة ونعمل علامة استفهام. بيقول لك هتحط حاجة اسمها بروسيس اي دي، هي شبه الاوتونوماس سيستم بتاع الاي جي ار بي كده، لكن مش زي الاوتونوماس سيستم. الاوتونوماس سيستم بتاع الاي جي ار بي شرط علشان علاقة الجيرة تحصل ويحصل نقل البيانات. يعني لو كنت انت كتبت واحد وكان حازم كتب اتنين، ما كانش هينقل البيانات بتاعة الـ AI GRB. لكن لازم هنا الاثنين نفس لكن دي نفس اسمها بروسيس اي دي، مجرد رقم بيميز البروسيس دي عشان اقدر اشغل على الراوتر بتاعي اكتر من او اس بي اف. فاحنا هنتفق على بروسيس اي دي واحد، وحازم هيكتب برضو زينا معانا كده ويدخل بروسيس اي دي واحد. اتفقنا؟ معايا يا شباب؟ أنا مش متسمع. طيب دلوقتي الراوتر ازاي هيختار حاجة اسمها راوتر اي دي؟ هيجيبها منين؟ الراوتر بيروح يبص على الانترفيسز اللي عندك على الراوتر، وينقي اعلى اي بي فيهم، وياخد هو راوتر اي دي. تيجي نتأكد من المعلومة دي؟ تأكد منها ازاي؟ اكتب كده دو شو اي بي او اس بي اف، او اس بي اف نيبر، مفيش نيبر، شو اي بي او اس بي اف. بصوا يا شباب، شو اي بي او اس بي اف، خليكم معايا يا شباب لو سمحت. بص هنا الراوتر اي دي بيقول لك ان انت شغال راوتنج بروسيس او اس بي اف 1 ويز اي دي كذا كذا، صح؟ شايفين الاي دي ده يا شباب؟ جابه منين؟ راح
بص في كل الراوتر، في كل الانترفيس اللي شغال عندك، نقى اعلى اي بي فيهم وقام اخدوا راوتر اي دي. طب انا عايز اغيره، اغيره ازاي؟ في امر اسمه راوتر اي دي. لا ده الباك مش اب كده، بتاعه. راوتر اي دي، لا لا، بتكتب راوتر اي دي 1.1.1.1 مثلا يعني، وتيجي نعمل شو تاني تلاقي الراوتر اي دي اتغير. عارف الاي دي ده اللي هو زي ايه؟ زي رقم البطاقة بتاعك، زي رقم جواز السفر. انت ممكن تطلع جواز سفر وبعدين يبوظ منك، فتروح تطلع جواز سفر تاني، فالجواز السفر التاني افتكر بياخد رقم جديد، او كارت البطاقة، كارت اللي هو ال ATM بتاع البنك، لما بيبوظ او يضيع بتروح تعمل كارت جديد برقم جديد. فانت كده كأنك غيرت الايه، الاي دي، الاي بي، الاي دي الاي بي، الاي دي ده عشان هو بياخد شكل الاي بي، لكن هو مش اي بي يعني. عارف زي واحد كده اسمه محمد وقام جاي من بعيد تقول ده شبه مصطفى، تمام. راوتر او اس بي اف 1 ماشي. لما نيجي نعلن عن الشبكات هقول لك ان انا ازاي دلوقتي، بس انا عايز كل واحد فيكم يمسحها كده تاني. دلوقتي انا عايز كل واحد فيكم يخش يعمل راوتنج او اس بي اف بروسيس 1، ويعمل راوتر اي دي. الراوتر اي دي بتاع حازم 4 2ات، والراوتر اي دي بتاع عبد المجيد 4 1، اللي هو 1.1.1.1 زي ما انا كتبت كده. يلا يا شباب، يلا حازم. يبقى اول حاجه اظهره يا باشمهندس زي ما انت قلت، حاجه ايه اظهره الاول، اعمل ايه اللي تظهره؟ لا لا، الايباد بتاعتك انت عايز تظهرها ليه؟ انت كل ده ما حفظتهاش؟ سنة بس بقى. لا لا نسيت والله العظيم. يبقى ادوس دو شو بصوا يا شباب ازاي تشغل الراوتر الاو اس بي اف. اهو شايفين الشاشة بتاعتي، الامر اهو. لما نيجي نعلن عن الشبكات هقول لك تجيبها ازاي. خلينا بس نشغل الراوتر دلوقتي. انا عملت الامر ده اصلا من بدري. طيب اعمل بقى امر اسمه راوتر اي دي. بص يا حازم انت بتكتب الامر وخلاص، لكن ايه الراوتر اي دي اللي انت حطيته؟ 4 2ات باين صح؟ طب انت ما هو أربعة كتبتهوش. اتنينات كده يا باشمهندس؟ لا غلط غلط؟ غلط، لان الامر بيتكتب كده كده. صح، في اندرسكور مش مسافة لا في هي داش، هي اللي هي داش هايفن. داش كده انتر. انتر. تمام، انتر كمان. حازم قصدي، دوس انتر. تمام كده. ازاي بقى نعلن عن الشبكات بتاعتنا؟ بصوا يا شباب، احنا عملنا الراوتر اي دي. ازاي نعلن عن الشبكات بتاعتنا؟ خليكم معايا شوية.
شايفين معايا يا شباب؟ اول حاجة الامر اسمه نتورك. الامر اسمه ايه يا شباب؟ معايا الامر اسمه نتورك. النتورك برضو انت بتعلن على الشبكة بتاعتك، لكن هنا بتكتب بعديها حاجة اسمها وايلد كارد ماسك. حاجة اسمها وايلد كارد ماسك. ايه الوايلد كارد ماسك ده؟ ده هو عكس السبنت ماسك. طيب بنحسبه ازاي؟ بنكتب السبنت ماسك بتاعنا، يعني الشبكة بتاعتك 172.16 صح 15.0 مظبوط يا عبد المجيد؟ طيب السبنت ماسك بتاعها كام؟ 0.0.0 255.255 255 0 مظبوط. ده السبنت ماسك بتاعك صح؟ صح. بنيجي فوقيه ونقوم كاتبين، هات كده القلم الأحمر، ونقوم كاتبين 455. 4 مش 3 بقى. 455، ونقوم عاملين عملية طرح. نعمل عملية طرح. برضه 255 اللي فاضل. ال 255 لما زيرو. تطرحهم دي يبقى صفر. ودي تطرحهم يبقوا واللي صفر، فيها ده ودي تطرحهم 255. يبقوا صفر. ودي تطرحهم يبقوا 255. هي دي الوايلد كارد ماسك. جميل. وبعدين تقول للراوتر الشبكه اللي بقى اللي انت هتعلن عنها دي في انهي اريا، تنتمي اللي لانهي هي اريا. اللي زي ما قلنا كانت تحت المدير العاصمه، اللي هي المدير بتاعت العاصمه. الاريا الرئيسيه اللي هي العاصمه بالظبط، اللي هي الباك بون اريا. احنا مع بعض هنشتغل كل الحاجات في اريا زيرو. يلا هنعمل بقى كل الحاجة، كل ال... هنعمل بقى النتورك بتاعتنا ونكتب الامر ونعمل اريا زيرو. هقول لكم على حاجة، النتورك اللي هي اسمها 10.10.22 هنعملها في اريا زيرو، والنتورك اللي اسمها 172 دي اعملها في اريا تانية. كل واحد يعمل اريا بنفسه، يعني افتكس رقم بنفسه. معلش بس انا باشمهندس ما سمعتش. النتورك اللي هي 10 هنعملها في اريا زيرو، بقيه النتوركس الثانيه هنعملها في اريا ثانيه. هو الاي بي مش فاكر الاي بي هو كان 10.22.22.0. وبعد كده اقول له الوايلد كارد ماسك، كان النت ماسك بتاعته سلاش 24، يعني الوايلد كارد ماسك هيبقى 0 دوت 0 0 دوت 0 0 دوت 0 دوت 255 واكتب اريا 0. يعني الاريا 1 دوت 1 دوت 0. ال 10 دي هتبقى في اريا 0. وحازم طبق نفس الامر عندك يا حازم. انا اريا كام؟ 0 اريا 0. طب ماشي، الاي بي بقى بتاعي برضو نفس نفس الرقم، لان انت بتعلن عن الشبكه مش عن الاي بي. عنوان الشبكه دوت زيرو يا حازم، افتكر ان احنا بنعلن عن عنوان الشبكه. واحد زيرو واحد زيرو صح؟ لا زيرو، عنوان الشبكه زيرو، عنوان الشبكه اللي بيشاور على كل الناس اللي بينتموا للشبكه دي. الوايلد كارد ماسك. كده تمام يا حازم. واريا زيرو بالظبط، خد مسافة ما بين الزيرو والاريا. تمام. وعند الباشمهندس عبد المجيد دوس انتر. كده هيكتشفوا بعض ان هما جيران، شوية كده وهتلاقيهم اكتشفوا بعض. دلوقتي احنا محتاجين بقى نعلن عن الشبكتين التانيين اللي عند كل واحد. نفس الامر بالظبط مع اختلاف الشبكة والوايلد كارد ماسك والاري. اكتب بقى نتورك، اكتب يا حازم.
لا يا باش مهندس عبد المجيد، انت بتكتب ايه؟ بتعيده تاني. الشبكة التانية كانت 172.16.16 و16.15، وعند حازم كانت 192. صح كده؟ حازم انت صايم بقالك كتير يا ايه حازم. اللي حصل؟ اللي حصل ان هو بيقول لك اه طلع والله لك بقالي رسالة، بتاع طلع لك رسالة بيقول لك 15 ساعة. طلع لك رسالة بيقول لك انه اكتشف جارك اللي هو عبد المجيد. اه بس تمام، ادوس انت بقى ابدأ ادخل الثانية. دخل التاني يا احنا قلنا باشا. 192. 168 ايه 16، كان في واحدة اسمها 16 وواحدة اسمها 15 دوت دوت واحد؟ زيرو دوت زيرو طب وانا باشمهندس مش فاكر برضه يا باش ديت مهندس. ماسك كام؟ ديتو زيرو برضه. دوت دوت زيرو يا باش مهندس، عشان دي عنوان الشبكة. والوايلد كارد ماسك يبقى اللي ست هو 3 اصفار او 255. واعمل اريا جديدة يا حازم، اعمل اريا. ماشي اعمل اريا واحد. invalid. فاليد ايه؟ انت هي كاتب واحدة نتورك غلط يا باشمهندس عبد المجيد. مين حضرتك أنا؟ كاتب، بص بص عبد المجيد نتورك حضرتك غلط. كاتب، كاتب هنا غلط دي، وخلي الاريا واحد. هو هيعمل اريا واحد عنده، خلي انت اريا 9. ايه ده؟ وأنا الايرور اللي عندي إيه؟ كده مظبوط. أنا باشمهندس؟ نعم الايرور اللي أنا؟ عندك واحد يا إيه حازم، الايرور اللي عندي؟ دوس انتر أنا عشان كاتب اشوف واحدة، الايرور. ما بيقول لي invalid يا حبيبي انت كاتب نتورك غلط، غلط إزاي؟ كاتب كلمة نتورك غلط. مش بتكتب كده؟ صح؟ ايوه أو تصدق أنا كاتب قرف. شفت انت اللي مش طب نطلع مقنع. تبني كده. طيب انتر بقى كده يشتغل. شفت ازاي؟ طيب نعمل بقى، هو خلينا خلص كده خلاص، هو كده قبل الامر. اعمل شو يا شباب بعد اذنكم، اعملوا شو اي بي راوت. دو شو اي بي راوت. دو شوية بيها. بص هنا الابديت مع عند حازم اتبعت. بصوا يا شباب في الشاشة عندي، في هنا شايفين الاو دي بتاعت الاوس بي اف، شايفين معايا الاي اي دي اللي هو يعني عرفها من اريا خارج اريا زيرو، اريا اريا مختلفة. اه فهمتني؟ انا كان اريا 9 انا فاكر، هي كانت اريا 9. انا انت كنت ممكن اريا 9. نعمل شوك هنا تاني، ما عملش لسه ابديت. طيب المهم ان هي شغالة يعني، انا بس عايزك تعرف ازاي تشغل البتاع، ازاي تشغل الاوز بي اف، وتعرف ازاي تقراه من على الراوتينج تيبل. حد عنده سؤال في المعلومة دي؟ يبقى خلاص، يبقى اول حاجه اكتب راوتر او اس بي اف، بعد كده راوتر والاي دي بتاعه. تمام، تمام بعد كده ادخل الاي دي اللي هو كان 4 وحايد انا فاكر صح. صح. تمام، بعد كده نتورك بقى، بعدها بقى بعد ما اعرفها، بس مش بكتب انا في دماغي. تمام، تمام انت كنا بتتكلم صح. بندخل الاي بي. تمام، بعد كده الاختصار كان اسمها ايه؟ اللي هي 255 الوايلد 255 كارد ماسك اسمها صح؟ وايلد كارد ماسك. تمام، دي اللي هي 4 255 بطرحها من اللي عندي. تمام مظبوط.